بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وتغطية خاصة، ولسه مستمرين مع حضراتكم في تغطية خاصة لليوم الأول من انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي الخاصة بمقر النادي الأهلي بمدينة نصر. النهاردة كان في توافد مكثف على مقر النادي الأهلي بمدينة نصر، ما شاء الله الأعداد كانت متزايدة في بعض الأقاويل. احنا لسه لحد دلوقتي ما عندناش أعداد، ولكن العدد حتى الآن الأخبار اللي وصلتنا من كده من الكلام إن فوق ال 8000 قد يكون اكتمل النصاب، قد لا يكون. لسه في بكرة مرة تانية انعقاد جمعية عمومية في مقر النادي الأهلي بفرع بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وده اللي بنقوله لأعضاء النادي الأهلي أعضاء الجمعية العمومية بالجزيرة، لازم بكرة تكون موجود منذ الصباح الباكر وتروح وتقول وتدلي بصوتك زي ما أعضاء مدينة نصر النهاردة الصراحة قدموا نموذج وراحوا بمقر النادي الأهلي في مدينة نصر. طبعا النهاردة معايا ضيف من الحاجات اللي لازم كده ما تيجي تتكلم مع أي لعيب وتقول له نموذج، تقول هذا الرجل كابتن ربيع ياسين، واحد من النجوم الكبار في الكرة المصرية، خلق على أعلى مستوى. فلما تيجي تقول لعيب أنا عايز أجيب لك نموذج، هو ده النموذج ما شاء الله، خلقا أداء حتى في السلك التدريبي ما شاء الله، مدرب منتخبات، حاجة مشرفة جدا وواجهة جميلة جدا. ودايما بننصح اللعيبة الصغيرة ان انت مش اي حد ينفع يبقى قدوة، كلمة قدوة دي بيبقى فيها العديد من العوامل، العامل الخلقي، العامل الفني، العامل البدني، عوامل كتير جدا. ومهما اتكلمنا على كابتن ربيع ياسين وقد ايه هو بيحب وينتمي للنادي الاهلي، دي حاجه من الحاجات اللي انا عن نفسي تعلمتها منه في الفتره اللي اشتغلتها في معاه في قناه النادي الاهلي. كابتن ربيع ياسين يعني دايما مشرفني ودايما بسعد وافتخر بوجود حضرتك معايا في قناه النادي الاهلي. اهلا بيك، انا بفتخر جدا وبسعد جدا معاك، وانت اخ فاضل كريم دايما متالق، بسعيد جدا بوجودي معاك، وسعداء اكتر ان احنا بننتمي لكيان كبير جدا اي حد يتشرف ان ينتمي. فان شاء الله بالتوفيق ونشوفه دايما في المقدمه، بيسعدنا ويسعد كل محبيه باذن الله تعالى. كابتن ربيع على مدار التاريخ لما بنتكلم في الانجازات وبنتكلم مدار 110 سنه، دائما ابناء النادي الاهلي بينسوا الاشخاص وبيحطوا مصلحه الكيان. فحضرتك شايف النهارده اول يوم في الجمعيه العموميه، جمعيه عموميه خاصه بتقر لائحة النادي الأهلي، اللي بعيدا عن الاسترشادية وما أدراك ما الاسترشادية والجوانب المخالفة والتي لم تسترشد جيدا فيها العديد من الأخطاء، فعلى مدار التاريخ كده احكي لنا كابتن ربيع إزاي رموز النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية دايما بينسوا الأشخاص ويقفوا ورا الكيان. طبعا أنا يعني بحضر جمعية عمومية من سنة 82، يعني كان أول جمعية عمومية ليا سنة 82، انتخابات كانت موجودة، وفي نفس الوقت يعني على مدار التاريخ ده كله الحمد لله بحب ابقى موجود ومتواجد، وطول عمر اعضاء النادي الاهلي من فضل الله مترابطين جدا واعيين جدا، عارفين يعني ايه قيمه الكيان اللي بينتموا ليه. مصير دايما يعني الكيان الكبير ده اذا كان في بطولات وفي مجد وفي اسعاد للجمهور فبفضل الله سبحانه وتعالى، ثم جمهور الاهلي، ثم الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، الجمعيه العموميه من الجمهور بالك، فده ترابط غير عادي. فانا بشوف دايما حب واشوف وعي غير عادي. يعني حضرت حياتك، بص من 82 لحد 2017 انا ما فيش جمعيه عموميه السنه دي ما رحتش فيها، خلال الفتره بتاعت لما خلصت 2014 لحد الان بروح اقول الكيان النادي الاهلي، بروح عشان الكيان، بروح عشان النادي الاهلي. الموضوع الناس لسه تعرفه، مش موضوع بكره، مش انتخابات، انتخابات لسه قول اللي تقوله، لما بكره الكيان، بكره انت رايح عشان كيانك، عشان واخد بالك تدي وتقول ان الكيان ده كبير، لا اللي يوجهه بفضل الله اعضاء يوجهوه. اذا كان النهارده بندور على بندين 3 4 من حوالي 93 او 94 بند، فده الصالح العام، لان الكيان كبير جدا، الكيان ما شاء الله بيتعاون مع، يعني عمره ما كانت ادارات النادي الاهلي ضد الحكومه، بالعكس ده متعاون جدا مع الحكومه ومع الدوله ومع النظام ومع اللوائح ومع كل حاجه. لكن ما يكون في 3 4 نقاط مهمه جدا، يعني انا كان نفسي في ظل يعني الديمقراطيه اللي موجوده والشغل اللي موجود والثورات اللي موجوده ان بقى لغه الحوار هي اللي موجوده. اما اجيب كيان كبير، لغه الحوار تختلف من قبل المسؤولين و طبعا على كل بقى المستويات، الانديه والمواطنين والى اخره. بتعمل حاجه للمستقبل، نعم، وبتعمل حاجه للوطن نفسه، وبتعمل حاجه للرياضه المصريه. الحوار، انت يعني الكيان ده كبير جدا، لما استعين
خد بالك، وكل الاطراف تبقى موجوده، اللجنه الاولمبيه موجوده، وزاره الشباب موجوده، النادي الاهلي موجود، نادي سموحه بيمثله، نادي الزمالك بيمثله، واسمع وخد. واحنا كده كده بندور على نعمل لائحه بفضل الله تعالى تبقى اضافه للرياضه المصريه، اضافه للكره المصريه، اضافه للرياضه عموما، خد بالك، اضافه للوطن. يبقى النهارده مش نقعد فتره طويله كلها دي ونطلع لائحه ويبقى فيها، طب يعني انت لو بصيت النقاط اللي فيها خلاف شويه تلاقيها واقعيه جدا، خدمه عسكريه مثلا، مؤهل عالي، حاجات. طب يا فندم، يعني الموضوع خدمه عسكريه، هل يصح ان يكون احنا يعني في بدايه حلقتي بقدم كابتن ربيع ياسين كقدوه وبقول فيه مميزات 1 2 3 4، هل يصح ان انا اكون قائد وانا متهرب من الخدمه العسكريه؟ لا مثلا يعني ازاي يعني اواجه يعني اقود الشباب ازاي؟ بأنهي صفه؟ وبعدين دلوقتي انا بحس الناس ان في ما شاء الله جنودنا اللي في سيناء وجنودنا اللي في على الحدود، سواء في مطروح وسواء في رفح وسواء في حلايب، كل الناس دي بتتعب. لما اجي انا استثني واحد وفجاه ممكن يبقى رئيس اكبر مؤسسه رياضيه في الشرق الاوسط وافريقيا، ما هو ده لا يصح كابتن. فنقاط معلاش خلاف يا محمد، بالك العسكريه رجوله، عسكريه رجوله، عسكريه يعني ايه؟ يعني انتماء، عسكريه يعني حب، بالك العسكريه يعني وطنيه، هو ده. ما ينفعش اجيب النهارده واحد دي صفات مهمه جدا في القائد يا محمد. لما تبص المؤهل العالي، المؤهل الاهلي، هل يعقل النهارده يبقى عندي رئيس نادي او بيدير مؤسسه كبيره بحجم ال 170 الف عضو اللي في النادي الاهلي، ومؤهل متوسط؟ مع احترامي طبعا مؤهل متوسط ومؤهل بدون مؤهل، بس كل واحد له حتته، مفيش اي مشكله. احنا في عصر دلوقتي غير العصور اللي فاتت، 2017 خلاص بتخلص، داخلين في 2018. لا ده انت محتاج دماغ، محتاج شغل، محتاج انتاج، محتاج حاجات كثيره جدا. يعني حجم المؤسسه بيكبر يا محمد، حجم المؤسسه بيزيد، كل حاجه بتزيد. فالنهارده انت محتاج حاجات كثيره جدا، مثلا موضوع الافرع، انك انت ما تدليش بصوتك، بتوع الافرع ما لهمش حق التصويت، مع ان القضاء الاداري انصفهم، ده كله ذنب في صالح مين؟ مش القضاء الاداري ده، كل الاحترام والتقدير للقضاء الاداري، خد بالك، حاجات كتير نقاط. احنا عندنا يعني مشهد برضو ان واحد من قائد النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي بيدلف صوته بنفسه في اللائحه الخاصه بجمعيه العموميه للنادي الاهلي. خد بالك، والنجوم تبقى موجوده وامر الله، ومحبين النادي الاهلي واللي بيحبوا الكيان واللي بيسعوا ان شاء الله كيان كبير جدا بفضل الله. احنا برضو هرجع لك يا كابتن ربيع، لان حضرتك اثرت في نقطه مهمه جدا، القضاء ادى الحق لاعضاء الشيخ زايد ان هم يصوتوا، وفي بعض من المسؤولين شايفين لا. طب انا امشي ورا مين؟ ده هو القضاء فيه ما فيه، يعني هو احنا دوله قضاء، دوله قانون، فانا القانون بيقول لي ان الناس دي تستحق التصويت. ايوه، انا عشان كده انا بقول لك نقاط مهمه جدا ما فيهاش نقاش يا محمد. يعني القضاء لما يقول النهارده انت ليك حق انك تروح جمعيه عموميه، وبعدين الجمعيه العموميه دي كلها عشان يعني ما قوه الكيان الكبير بمجموعه من العناصر المكتمله. فالنهارده بنحاول نعمل لائحه، اللائحه دي تبقى بفضل الله تعالى تفيد الوطن، تفيد المجتمع، تفيد الرياضه المصريه بشكل عام. هو النادي الاهلي محتاج ان يفصل لوائح ليه عشان ياخد بطولات او النادي الاهلي في المقدمه على طول بفضل الله يا محمد، دي حقيقه. خلينا واقعيين، النادي الاهلي على مستوى الوطن العربي كله وعلى مستوى افريقيا وعلى مستوى الشرق الاوسط، النادي الاهلي هو القهوه، معلش معروف لدى الجميع، العالم كله يعرف قيمه النادي الاهلي بصرف النظر في جمعيه مفيش جمعيه، في عدد اعضاء مفيش اعضاء، لكن انت ما تبخسش حقي في ان انا ممكن اعمل لك حاجه من فضل الله عليا بتصوري انا وبفكري وبانجازاتي وبكل تاريخي، ده اعمل حاجه تساعد المجتمع وتساعد الوطن وتساعد الرياضه وتساعد الناس على ازدهار وعلى تقدم وعلى حضاره، ليه لا؟ فهو ده القصد، ان الحوار في الاول والنهايه لازم كان يبقى موجود عشان هو ده القصد من عمل اللوائح. انا كمسؤول في اي جهه سواء في الوزاره او في اللجنه الاولمبيه، انا دوري ايه غير ان انا اعمل لوائح تفيد بارتقاء مستوى الرياضه المصريه؟ احنا في بقالنا فتره كابتن ربيع اللوائح والقوانين بنقعد نعيش فيها معايشه كده، ونقعد نخبط وتلاقي تخبطات في الجهه ديت وتخبطات في الجهه دي، وفي الاخير منتخب مصر لا يصعد لكاس العالم، مشاركتنا في الدورات الاولمبيه مش على المستوى المطلوب من قبل الجمهور المصري. انا على مدار السنين والسنين بطلع نجوم اولمبيين، ولكن بعد ما بطلعهم الى اين يذهبوا؟ ما نعرفش. ما عرفناش فين راح كرم جابر ومين المسؤول، محمد ابو القاسم بتاع السلاح الشيش، وبعدين بتوع رفع الاثقال دايما في مشاكل. طب
انا الاهم من اللي موجود من ان انا افصل لوائح ولا اعمل لوائح واخش في الصدمات. طب أيوه. استرشد في هذه اللوائح واعمل حوار زي ما حضرتك قلت واجيب الانديه الكبيره واجيب الخبرات. النادي الاهلي له رؤيه، نادي الزمالك له رؤيه، نادي كذا له رؤيه، واجمع هذه الرؤى واشكل اللائحه الصح اللي تفيد مستوى الرياضه المصريه. بس في نقاط بسيطه جدا، خلي بالك الحوار ده كان لازم يبقى موجود، لان النادي الاهلي يعني من فضل الله على النادي الاهلي 1907 لحد الان بيتصدر في كل حاجه يا محمد مع احترامي الشديد. فمن النادي الاهلي مش محتاج ان ياخد، هو بس عاوز يقول ان احنا بنتعاون، ان احنا بندور على مصلحه، ان ما عندناش، لان الافراد زائلوا. الله يرحمه كان النجم الكبير الكابتن صالح، سياده الفريق مرتجي، الكابتن عبد الصالح الوحش، واللي بعديهم واللي بعديهم واللي مع كابتن حسن، الكابتن الخطيب، الكابتن المهندس محمود طاهر، النجوم يا حسن، انسى حد في رئاسه النادي غير الاعضاء اللي كانوا بيخدموا النادي الاهلي، كله في افراد زعلون. انما الكيان والقصه، خلي بالك يا محمد، قصه كيان زي ما بقول، مش قصه الناس تقول لك الناس رايحه بكره، راحت النهارده، هتروح بكره عشان الكيان، ولازم تروح عشان الكيان. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، وحضرتك يعني معجون بموضوع الكيان، ماذا يمثل الكيان بالنسبه لواحد زي كابتن ربيع ياسين؟ ماذا يمثل لك النادي الاهلي؟ النادي الاهلي ده بقى حضرتك شوف، حاليا دلوقتي هو بيت الاصلي، الاصلي لان انا بقعد فيه فتره كبيره جدا يا محمد. النادي الاهلي معلش مش عاوز اقول لك يعني في قلبي، زي ما الله سبحانه في قلبي، النبي صلى الله عليه وسلم في قلبي، انا حاطط النادي الاهلي لان انا بحب النادي الاهلي وبنتمي ليه من صغري، من ساعه ما اتولدت لحد ما اعتزلت، وانا الان لحد دلوقتي بروح العب 3 ايام في الاسبوع وبروح اقعد، مفيش جماعه عمري تفوتني، خلي بالك. وبتروح تكسب كمان في الفرقه بتاعتك مكسره الدنيا، لازم اكسب الكره في الفرقه بتاعتك مكسره الدنيا، ونفضح اللي كسبناه امبارح ولا بلاش. لا هو ده يا محمد، انا بروح اقعد خلي بالك، وبيجي لي برامج تلفزيونيه كتير يوم الخميس بالذات، واقربها امبارح كتير جدا، بعتذر ليه؟ بحب اقعد في السكان، فاروح اشوف التمرين، اتفرج، اروح اقابل اللعيبه اسلم عليهم، اروح اجري، اروح اخد بالك في الجنينه، اروح اصلي في المسجد، منتشر يعني في علاقه مترابط مع الاعضاء بشكل غير عادي، علاقه لا تنتهي ولا تنقطع، دي حقيقه. ده غير بقى الماتشات بقى لما بنقعد، وخد بالك، وكنت اخرها فاكر ماتش مصر واحنا قاعدين مع بعض وهنفرع لا ما ينفع يعني، قصدي انا مش عايز اقول يعني كابتن ربيع لما جه جون التعادل جون المكسب، كابتن ربيع الشيخ ربيع ياسين عمل ايه من الفرحه ومن الانفجار. هو ده بننتمي لكيان احنا بنحبه في الله، وربنا جعله القبول في الارض، الناس كلها بتحبه واحنا بنحبه، وربنا سبحانه وتعالى حاطه في المقدمه، واي لعيب بيدخل الكيان بيحبه وبينتمي ليه وبيقاتل من اجل اسمه، فدي حاجه ربانيه يا محمد، خلاص ده فضل كبير. فالناس لازم تعرف القصه دي، ان الكيان في المقدمه في المقدمه، لكن لما تيجي مجموعه من الناس اللي بتحاول تعمل حاجه شيء من الصح، ليه ما نشجعهاش؟ ليه ما ناخدش برايها؟ ليه ما نتعاونش معاها؟ فالجميع لازم يتعاون، وخاصه ان الايام الاخيره ان قامت ثورات عشان الحق وعشان العدل وعشان الديمقراطيه يا محمد، وعشان انت تقول رايك وانا اقول رايي، وفي الاخر في صندوق انت حر فيه، حط زي ما انت عايز. وبعدين بكره مش انتخابات، دي جمعيه عموميه عشان النهارده الكيان يبقى ليه دور، ولازم بفضل الله الكيان يبقى ليه دور. ما ينفعش كيان النادي الاهلي يا استاذ محمد ان لا كيان له ده الكيان ده ما شاء الله من فضل الله يعني بيعلم الانديه كلها، والانديه بتنتهي وتقول لك انا بتعلم من الكيان، خد بالك، بتعلم من ادارته، بتعلم من جمهوره، بتعلم من اجهزته، بتعلم من لاعبيه. فالحمد لله ده فضل ربنا، ان شاء الله كلنا امل في الله سبحانه وتعالى، ثم الصح والوعي الذي يبقى موجود، وبكره نتمنى من الله ان الامور تمشي على احسن ما يكون. برضه بند المقرين يا محمد، ماشي، ما هو مقر الجزيره هيشيل 12500 ازاي؟ يعني لما انا ادور على وسع واقول مثلا ان انا اخد جزء هنا وجزء هنا عشان وعشان وعشان، في مقرات في انديه في مقر عندها كبير ياخد، خد بالك الامور كلها وجهات نظر، كلها للصالح، اذا كان لجنه اولمبيه او وزاره او النادي الاهلي كلها. هو الماده الوطن في اللائحه بتقول حسبما يتراءى لمجالس ادارتها. انا بعقد ودي جمعيه خاصه وليست للانتخابات، يعني دي جمعيه خاصه. الماده في القانون بتقول الاتي، حسبما يتراءى لمجلس الاداره، ومن حق اللجنه الاولمبيه وضع النصاب اللي هو العدد اللي هو 12500، بغض النظر بقى هنقول تعجيزي مش تعجيزي، دي قصه ثانيه. حقها في انها توضع النصاب، احنا حق النادي الاهلي في ان هو حابب، يعني معلش يا فندم، هو انا ايه مشكلتي ان انا حابب ان انا رايح على اعضائي؟
ايوه صح. يعني هل ده يعبني ولا شيء؟ لا لا يعني صح. يعني ده المفروض ان دي حاجه تميزني، انا بحب اعضائي، انا بحب صحيح. ان انا اميز اعضائي، اعضائي صحيح. اصلا يا فندم شرف لاي حد مهما كان على اي مستوى انه يشيل كارنيه عليه لوجو النادي الاهلي. صحيح صحيح يا محمد، ده سواء بقى بيقول الناس في الانتخابات يا سيدي، روح اللي انت عاوز تديله تديله، انت حر، كل واحد حسب، انما احنا بنتكلم على عاوزين الكيان. طب انت حضرتك يا كابتن ربيع هتكون موجود بكره في مقر الجزيره؟ ان شاء الله بامر الله. احنا الجزيره مكاني ومنطقه كاننا بقى، وبكره ان شاء الله نبقى موجودين، والله المستعان ان شاء الله باذن الله. طب كابتن ربيع، النادي الاهلي على مدار 110 سنه هو العمود الفقري للمنتخبات طبعا، من نجوم على كل الرياضات، مش هتحدث في كره القدم فقط. هل في يوم كان في تضارب ما بين النادي الاهلي ان هو رفض انه يدي لعيب للمنتخب مصر في اي صعيد من الاصعده؟ يا خبر ابيض، ازاي ده؟ احنا كان بيجي لنا اوقات من ال 11 من ال 11 9 واقولهم لك بالاسم، من 11 لعيب المنتخب 9 نادي الاهلي. نعم. انت هتروح بعيد ليه؟ شوف 6 و8 و10 كان كام لعيب من النادي الاهلي. نعم. خد بالك 2006 2008 2010 شوف كاس العالم 90، شوف 86 كاس الامم اللي انا خدته في 86. نعم. احسب لك باللعيبه النادي الاهلي. نعم. شوف 84 في الاولمبياد لوس انجلوس، لوس انجلوس. شوف العبها، انا بقول لك على البطولات اللي 8 9 6 مش اقل، ثلاث ارباع الفرقه اهلي. وعمر النادي الاهلي ما اتاخر. احنا كان عندنا، خلي بالك واذكرك بيه بقى، انت فاكر نهائي كاس مصر اللي لعبه الاهلي اللي جاب فيه علامه يهوب هدف بتاع المصري واتلعب بدون الدوليين؟ نعم. عارف كنا فين؟ كنت في لوس انجلوس. لا كنا في المغرب. كنت في نعم. كنا في لوس انجلوس 84. 84 مظبوط. نعم. في اولمبيا. ومره برضو اتلعب برضو خلي بالك بدون الدوليين الصغيرين، يعني كتير جدا، ده المواقف كتيره جدا افتكر لك ايه. بالعكس، وكاس امم 98 النادي الاهلي شارك ووصل لقبل النهائي كان بدون الدوليين، لان الدوليين كانوا مع كابتن محمود الجوهري في بوركينا فاسو. بوركينا فاسو وكتير يا منى، خد بالك. لا بالعكس، ده نادي الوطنيه. يعني لم يتأخر. ما ببالغش يا محمد، بقول لك نادي الوطنيه، ما ببالغش والله. الارقام خلي بالك موجوده، احنا ما بنقولش كلام في الهواء، الارقام موجوده والسجلات موجوده خلي بالك، والدنيا موجوده. نادي الوطنيه النادي الاهلي، بالعكس ما ينفعش. بفضل الله تعالى كل بطوله من فضل الله علينا، كل بطوله حققها المنتخب المصري من سنه 2007 لحد الان هتلاقي بصمات جمهور الاهلي وادارات الاهلي بما يرضي الله والله، ولاعيبي النادي الاهلي موجوده بفضل الله تعالى. يعني حتى من اول كاس عالم في 34 شاركت فيه مصر، حتى اول هدف لكاس العالم كان عبد الرحمن فوزي كان لاعب في النادي الاهلي، والكابتن مجدي عبد الغني الجون في 99 طبعا اللي مطلع عينينا بيه وعمال هنا وهنا وهنا ومش ناسينا كابتن مجدي الجون بتاعه، بس في برضه هدف قبليك يعني في 34 برضه الاثنين من النادي الاهلي يا كابتن ربيع. لا ما انا بقول لك، انا قعدت بقى كتبت لك، انا بص لعبت 118 ماتش دولي مع النادي مع منتخب مصر 118. انا لو قلت لك يعني اعرف افتكر لك مين اللي موجود والماتشات ازاي ولعبنا ازاي وعملنا ازاي والاهلي قد ايه، هقول لك مش هتلاقي. بص يعني نهار مثلا ما فيش من الاهلي هتلاقي 5 6. لا الاهلي نادي الوطنيه، وطول عمر اداراته متعاونه جدا، وعمر اداراته ما عملت مشكله مع اداره اتحاد الكوره، لان بتدور على المصلحه، مصلحه ده، بل بالعكس كانت بالتعاون في ملاعب. طب انا الفتره اللي كنت ماسك فيها منتخب الشباب كتير جدا كنت باخد ملعب نادي الاهلي في مدينه نصر بحتاجه. كان في حد يا فندم بيقول لك لا، او بيقول لك لا صح، متعاون مش مع المنتخبات. نعم. ده متعاون مع انديه، في انديه كتير جدا يا محمد بتعسكر هنا في مدينه نصر بتحتاج الملعب، بتروح انديه والاسبوع اللي فات واللي قبله واللي قبله. ما بالك المنتخبات، منتخبات دايما بقى ادارات الانديه في النادي الاهلي مصر فوق الجميع، مصر هي الاول، خد بالك. وتعلمناها من الكباتن الكبار، كان يجي كابتن صالح الله يرحمه سياده الفريق، انا برضو لحقتهم، لحقت سياده الفريق. انا عايز حضرتك تحكي لنا تاريخ النادي الاهلي مع يعني هؤلاء الرموز ما شاء الله العظيمه في الاداره. دي حقيقه، يعني في عظمه في الاداره طبعا، عظمه كبيره لله سبحانه وتعالى، ولكن دول من الناس اللي اثروا الرياضه المصريه، سواء كابتن صالح سليم كاسطوره طبعا وقياده طبعاً وكاريزما وحاجات يعني غير طبيعيه، وايضا فريق مرتجي ما شاء الله، كل رؤساء الاداره في كابتن عبد الصالح الوحش. نعم. كابتن حسن حمدي. نعم. كلهم كل رؤساء النادي بصراحه كلهم قدوا. نعم. وكله زي اللعيب، يعني هي اجيال خد بالك متوسطه بتسلم بعض يا محمد، وزي ما قلت لك اللي بيدخل بيشتغل عشان الكيان،
ولو هو خد بالك بيبتدي وينجح، لان كان اسمه كبير الحمد لله وبيساعد كتير جدا. فمن فضل اذا كان في اداره، اذا كان في اجهزه، اذا كان في لعيبه، اذا كان في جمهور، المنظومه كلها ماشيه في طريق واحد، كله بيسلم بعض، كله بيسلم بعض. فتعلمنا كتير لما كان، انا فاكر لما كان يجي يجتمع معانا سياده الفريق مرتجي الله يرحمه، راجل حاجه على اعلى مستوى، وطنيه وطنيه وطنيه. كابتن صالح سليم تشوف بقى في الاجتماع محمد بيحصل ايه، كان بيحصل ايه بقى؟ لا ده حاجه كاريزما اولا، وكنت تقعد وبعدين سهل جدا، وصديق واخ وحبيب، يعني قائد، كابتن كبير في منتهى، يقول لك تعالى في ايه لا لازم يجي بقى ينصحنا طبعا في الكوره وخارج الكوره وفي يعني حاجات كتيره جدا. كل همه ان انت عندك رساله وانت لعيب، الرساله دي بكره في منتخب ده الاولى، بعد كده ناديك ثم ناديك بعد كده، خد بالك عندك بلدك، عندك وطنك، عندك رياضه، عندك حاجات كتيره جدا كانوا بيوصلني. كابتن صالح الوحش الله يرحمه، الراجل ده رمز كبير جدا وحاجه جميله جدا. كابتن حسن اللي قعد فتره كبيره يحقق بطولات كبيره جدا، الباشمهندس محمود متواصل وحقق، الراجل في فترته حقق بطوله دوري، حقق بطوله كاس وافريقيا الحمد ان شاء الله نحققها، والدنيا ماشيه وطفره غير عاديه، كلهم بيشتغلوا عشان الكيان. فهو ده الجمعيه العموميه ويا جماعه الكيان مهم جدا، وان شاء الله تكمل على خير بكره بمشيئه الله. طيب طبعا حضرتك بتاريخك الكبير داخل النادي الاهلي، حينما تكون بعض المشاكل تواجه الكيان من اي طرف، سواء النادي الاهلي بيمر بنتائج غير ايجابيه، سواء ان كان الكيان في المرحله اللي داخلين فيها هذه المرحله، كيف كان يترابط الرموز الاهلي حول الكيان واللي بيحب الاهلي بجد يا كابتن عويه؟ اه طبعا هو بص، كان عندنا يعني كنت انا فاكر مره كان في انتخابات، وبعدين انا كنت جاي يعني ساعه انتخابات 82، فحبينا حبه كان في قاعده كده خارج النادي عشان منافس، كان كاب صالح النازل الله يرحمه كان في منافس ليه طبعا، فاحنا كنا صغيرين انا ومجدي عبد الغني خد بالك وطاير ومش عارف، وكان مجموعه من الاسماء الكبيره كده مش يعني، فحبوا برضو ان ايه لا احنا بقى يعني عاوزين نروح سكه ثانيه خالص، فاحنا ما عرفناش يعني نروح سكه ثانيه. الكابتن صالح الناس دي كانت ضد كابتن صالح، وحبوا ان هم ياخدوا مجموعه عشان تقول لهم لا، انا انسحبنا انسحبنا كلنا بصراحه. والصبح كنا في الانتخابات الصبح، والله العظيم مش ناسي المواقف دي يا محمد، هو ده ترابط نجوم النادي الاهلي، هو ده وعي لاعبي النادي الاهلي. انت خلي بالك القصه قصه ان انت من فضل الله عليك ان ربنا بيديك واحد واعي، واحد مثقف، معلش ثقافه بتخلينا الحمد لله نوصل للي احنا عاوزينه. فاحنا بضمائرنا وبحبنا طبعا وباخلاصنا وبترابطنا الدنيا كلها ماشيه للصح، لا يصح الا الصحيح. فحش واحد بقيمه مثلا كابتن صالح مثلا يقول لك لا لا، فكلها مترابطه. حتى لما لو انا بدور على عضو عامل، عضو مجلس اداره بقف جنبه، لكن ده ما ينسيش ان انا الكيان والناس الكبيره المحترمه الاسماء الكبيره يا محمد. فكل الدنيا ماشيه للصح. انت عمرك ما شفت النهارده، انا من ساعه ما جيت لحد دلوقتي ما شفتش خلافات عشان انتخابات كلها حتى الكسبان يا محمد بيخرج زي الفل، والخسران بيسلموا على بعض والسلام عليكم، وتلاقيه تاني يوم في النادي موجود الخسران وقاعد مفيش مشاكل خالص تاني. فالقصه قصه كيان، قصه ترابط، قصه حب، قصه ناس عارفه مصلحه ناديها، قصه ان احنا كلنا بامر الله بناخد لحاجه ان شاء الله تبقى. طب انا هتكلم حضرتك بصفه خاصه، الفتره اللي فاتت مهندس محمود طاهر مسك وتولى المسؤوليه، كان عليه ضغوط شديده جدا، اولا في اثبات ذاته كرئيس نادي، هل هو قادر على قياده سفينه النادي الاهلي، سفينه ثقيله جدا بشعبيه طاغيه بهموم توقف نشاط رياضي و و و والى ذلك، واستطاع ان هو ياخد الدوري وياخد الكونفدراليه ثم ياخد الدوري ثم ياخد كاس مصر ما شاء الله ودوري وكاس هذا الموسم، وبنوصل لدور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا في كره القدم. الالعاب الجماعيه سيطره طاغيه وخمس بطولات افريقيه في الالعاب الجماعيه مكتمله، سله، طايره، يد، عفوا كل الالعاب الجماعيه حتى رياضه تنس الطاوله واخدين فيها بطوله افريقيا. ونيجي نتكلم ده من الناحيه الرياضيه، وانا بتكلم مع واحد من ابرز الرياضيين سواء على منتخب مصر او في النادي الاهلي. هل من المنطقي ان مهندس محمود طاهر يهاجم هذا الهجوم من بعض من الناس دون منطقيه بانه مجلس اداره فشل؟
هل ده منطقي كابتن ربيع؟ لا لا لا، انا خلي بالك يا محمد، انت فاكر الحلقه بتاعتنا اللي قعدنا اتكلمنا فيها بما يرضي الله؟ نعم. وقلنا مجلس اداره عمل ايه؟ كل واحد ياخد حقه بما يرضي الله. المهندس محمود طاهر جه اشتغل وساهم وعمل وحقق بطولات وحقق طفره كبيره جدا في النادي الاهلي، طفره انشائيه. والاعضاء يعني لما بتقعد تتكلم تقولي ليك واللي عليك بصرف النظر، خد بالك. فهو حقق، لا من ناحيه حقق حقق حقق، الدنيا ماشيه كويس، عندك فريق كبير ما شاء الله هيقعد يعني فريق هيحقق بامر الله تعالى. هنتكلم بقى في موضوع الاحلال والتجديد ودي من اصعب الحاجات، حضرتك مدرب كبير وفاهم ان انا اعمل احلال وتجديد واجيب بطوله وانا بعمل احلال وتجديد، دي صعبه جدا. عندك الحمد لله الدوري اتحقق قبلها بفتره كبيره جدا، كاس مصر خدته عن جداره، افريقيا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله عن جداره، والدوري اللي فات برضو النادي الاهلي قبله وكاس. نعم. وكان دوري وكاس. نعم. يعني الدوري كان مع كابتن فتح مبروك. نعم. وكاس كان مع دوري كان مع مارتن كان سموحة. مع لا كان دوري مع مارتن يوليو. الكاس لم ناخذ الكاس منذ 10 سنوات حتى خدنا مع كابتن فتح مبروك الدوري. الدوري وخدنا الدوري تاني مع مارتن يوليو. ايوه. نعم. وخدنا كان مارتن يوليو وقبليه بيسيرو. وخدت مع جريدو. كان كابتن برضو جريدو افريقيا. نعم. جريدو الكونفدراليه. عماد متعب. فلا كل ده يعني الناس حاسه بيه، هو راجل بيحاول يعمل اللي عليه وكلنا حاسين وكلنا بنقول، هو مفيش حد يقدر ينكر الكلام ده يعني. فلا في شغل كويس وبندي له حقه، وانا خلال الفتره اللي فاتت دي كلها بصرف النظر يا محمد عن اي حاجه انا رحت كل الجامعات العموميه. طب احنا معانا واحد حبيبك وحبيبنا كلنا طبعا، كابتن شريف عبد المنعم، ترافولتا الكره المصريه. مساء الخير يا كابتن شريف. مساء الخير يا محمد. مساء الخير. من تحياتي يا كابتن شريف. كابتن ربيع ياسين. كابتن ربيع تحياتي يا حبيبي، وحشني. فينك يا باشا في الشمس ده؟ تعالى الحق زكريا وبكر بيتغلبوا بالثلاثة، تعال الحقهم. زكريا وبكر دول قاعدين بضمير. وحشت والله يا كابتن. فينك يا كابتن؟ فين تحكيمك يا كابتن ربيع؟ أنا وأنت مثال للتحكيم العالمي. أنت فينك يا كابتن؟ ما بتجيش يعني؟ لا والله اليومين دول بس عندي شغل الاكاديميات وكده بقى، انت عارف السيزون. تشرف. بلم الغله وهجي لك عربية. تشرف يا كابتن. تشرف يا كابتن. كابتن شريف، حضرتك كنت موجود النهارده في الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، عايز اعرف من حضرتك كيف رايت الجمعيه العموميه في هذا اليوم؟ طبعا شرعا ومضمونا وكل حاجه، النادي الاهلي النهارده عمل حاجه جميله جدا. ارتياحيه غريبه جدا من اول ما دخلت النادي الصبح، يعني انا ما اعرفش كابتن ربيع كان هناك ولا لا، شايف اللي احنا شفناه ده حاجه حضاريه جامده قوي، انك انت تخش في كل سهوله والاعضاء كلهم قبل الصلاه وبعد الصلاه ومتفاهمين للوضع. من حق النادي الاهلي ان هو يحط اللائحه الاستشاريه بتاعته. نعم، لائحته الخاصه. اللائحه الخاصه بتاعته. كان كنادي الحالي الكل بياخد بيحتذب بقوانين الاهلي طول عمرنا، لا نشذ عن اي حاجه، وبرضه احنا ايدينا في ايدين الدوله، يعني احنا مش عاملين حاجه مختلفه. مجلس الاداره اللي موجود ما شاء الله، يعني عامل هو ومستشار رجاء عطيه حاطين حاجات بسيطه جدا، ما فيش اي فيها اي حاجه تشذ عن اي حاجه ولا فيها زيادات، وهذا بالعكس بيتكلموا على تامين اللعيبه وتامين الاعضاء وحاجات بيحطوا الحاجات اللي هي مش موجوده الناس ما خدتش بالها منها، حاجات زي بسيطه جدا في المصلحه العامه، الاحتفاظ بالتسويق بالاسم النادي الكبير، التسويق لكره القدم، التسويق لجميع اللعبات اللي موجوده. ف كل ده من حقنا احنا كاعضاء جمعيه عموميه وكنادي اهلي وجميع الانديه الحقيقه ان هي تقرر مصيرها بنفسها بالشكل، عشان ما يحصلش بعد كده مشاكل. الناس مش فاهمه يا محمد. نعم. كابتن ربيع. الناس مش فاهمه يعني ايه انا بحط النهارده الخريطه اللي اقدر امشي عليها في حياتي بعد كده. انا نادي القرن وما شاء الله احنا بناخد البطولات على اللي موجوده على الاتحاد كلها، وباذن الله افريقيا تبقى تواكبنا كمان بعد الدوري والبطوله بامر الله، يعني باذن الله. انت بنترتب كده من غير ما حد ياخد باله ان احنا برضو نادي القرن تاني، فاهم قصدي؟ يعني الناس بقى لازم تحتذي بينا احنا ولازم تشوفنا فيه. ما شاء الله هليوبلس عملت شكل كويس، وسموحه والناس دي كلها. احنا نادي الاهلي يا جماعه، النادي الاهلي ده لا احنا لا بنزايد ولا بنقول مين اللي هيكسب، ده مش انتخابات، بنقول ده اللي هيكسب ولا ده اللي هيكسب ولا مين اللي يبقى موجود ومين مش موجود، احنا كلنا بنلعب لمصلحه النادي الاهلي، مصلحه مصر كمان. ما هو النادي الاهلي ده لما بيبقى كويس
منتخب مصر بيبقى واقف على رجليه في كل حاجه. ويا ما قلنا شوفوا النادي الاهلي بيعمل ايه، ازاي بياخد، بيقولوا النادي الاهلي هو اللي بيفرح الشعب بالتاكيد، الرؤساء السابقين يعني قال لك النادي الاهلي ده هو اللي بيفرح الشعب، شوفوا النادي الاهلي عايز ايه يعملوه له، شوفوا مش عارف النادي الاهلي. وفعلا احنا من ايام مختار التتش وصالح سليم ومرتجي والناس العظماء دول اللي هم مسكوا النادي، وجميع اللي مسكوا النادي حاجه ناس تشرفوا الدنيا يعني. طب كابتن شريف عشان حمدي عشان ما حدش يتكلم، وباشمهندس محمود طاهر يعني انا الجميع الجميع احنا الجميع بصراحه بنشتغل بقانون واحد، الكيان الكيان واحد يا ربيع. صح احنا كنادي اهلي حتى احنا لما بنروح مع بعض ونخش النادي صح صح بنحاسب على بعض واحنا بنتكلم واحنا بنهزر، واحنا صحيح بنجيب سيره اي حد، لو في اي حد جت سيرته واحنا هو مش موجود تلاقينا كلنا رحنا عاملين شكل. لكن انا لا ما ينفعش يا جماعه لما يبقى يجي نبقى نتكلم قدامه او يبقى اي حاجه. طيب كابتن شريف انا عايز اخد مع حضرتك كده بس بعد من النقاش، عايز اقطعك يا معلم بس هي انا جمله مهمه عايز اقولها. مفيش فلان وفلان النهارده بالظبط. انا كنت هسالك على هذا الشان يعني، انت حضرتك رايح النهارده من اجل كيان النادي الاهلي. انا عضو في النادي الاهلي، النادي الاهلي ده يعني سبب نجوميتي في مصر كلها وسبب الناس تعرفني، وربيع عارف القصه اللي احنا فيها دي، واللعيبه كلها يعني النادي الاهلي ده خيره على الدنيا مش احنا اللي خيرنا على النادي الاهلي. الحكايه ان لازم احنا كلنا نبقى موجودين، بلاش بقى نسمع بقى ايه اللغه اللي هي مالهاش لازمه فيها محمد كابتن ربيع. لغه كده انا شايفها ومش موجوده اصلا وبتنتسب لناس ثانيه، الناس ثانيه شايلين ايديهم منها، قال لك احنا استحاله نعمل، ناس محترمين جدا برضو قال لك احنا لا نتكلم على يومين ولا نتكلم في اي حاجه، اصل لو احنا كان يوم كان نروح احنا لو كان يوم فيش كلام. الناس اللي بتتبرع وبتقول لك ان بكره ما فيش في الجزيره، انا سمعت ان بيقول لك بكره ما فيش في الجزيره خلاص اكتملت الجمعيه العموميه هنا الكلام ده والحاجات دي بتحصل دي الناس المغرضه اللي هي. طب انا عايز اسالك يا فندم، مش فاهمين كابتن شريف راي حضرتك في الهجوم اللي بيحصل على النادي الاهلي وهو كسبان دوري وكاس وهو ماشي في المسار الصحيح، وعلى الجانب الاخر تلاقي انتقادات ملهاش اي مرجعيه منطقيه. انت بس عشان اعضاء مجلس الاداره بتوعك خمسه بس فاهمني؟ واللي حصل في الانتخابات المره اللي فاتت واللي حصل الناس ما كانتش متخيله ان الوضع هيبقى بهذا الشكل، نتكلم بصراحه يعني. الانقسام اللي حصل بعد كده في مجلس الاداره مع شيء برضه حسوا انه في اي وقت يقدر يطيح بهذا الكيان، انما فضل الكيان ده موجود وفضلوا بيشتغلوا لحساب النادي الاهلي، احسن تسويق بيشتغل، احسن دخل داخل في الميزانيات، وكل الناس واقفه على رجليها وكل الناس برضه الحياه ماشيه، وده اللي احنا بنقوله النادي الاهلي من غير مدرب بيكسب يا كابتن ربيع، والنادي الاهلي باقدارته اللي هي منشوده من احنا عيال صغيره قبل احنا نتولد. الاهلي بمن حضر يا كابتن؟ قراراته وحاجته والدنيا كلها في ثلاث ورقات. مش في 500 ورقه عشان نذاكرهم. الاحترام خدت بالك، البطولات ما ينفعش نتعادل، ما ينفعش نخسر في اي بطوله. دول ثلاث ورقات احنا مذاكرينهم واحنا عيال صغيره بيربونا عليهم مدربين ولاعبين وكلنا يعني النشأه كلها في النادي الاهلي. ليه الناس كلها عايزه تبقى في النادي الاهلي؟ لانه بيبقى ضامن ان ابنه موجود في كيان محترم. كيان بيربي احسن تربيه. ف الناس كتير علينا والبص علينا كتير والنظر علينا كتير وكل ده، لان النجاح دايما ليه مليون اب، الفشل ليه اب واحد، خدت بالك؟ احنا مع بعض وفي ايدينا في ايدين بعض والعقلانيه تقول كده بالظبط، انما المصالح الشخصيه والحاجات اللي الناس اللي هي بتضرب الصحفيين بقى يضربوا فلان يقدم البتاع مصالح ثانيه وما اعرفش ايه بدون مسميات لاي حد، لان الناس اي جبهات ثانيه بتبقى موجوده دلوقتي على صراعات الانتخابات، وكمان الناس محترمه جدا يمين او شمال محترمين جدا. انا مش عارف ليه الناس بتحاول تثبت ان هي ليها كلمه. هقولها لك يا ربيع كده، في ناس يا ربيع يحاولوا ايه يبينوا ان هم في الوسط الرياضي ليهم كلمه، يقدروا يحاولوا اي مسار، يغيروا في اتحاد الكوره، يغيروا في نادي الزمالك، يغيروا في نادي الاهلي، ليهم كلمه ان هم يقدروا يتحكموا في الرياضه في مصر. وفي نفس الوقت هم بيرجعوا في الاخر ويقولوا ان لا يصح الا الصحيح، ولا يصح النادي الاهلي هو الكيان ده. فدي بتبقى برضه انت عارف برضه ايه الملح والفلفل بتاعت اي حاجه بتحصل قبل الانتخابات.
طيب كابتن شريف، النهارده حضرتك يعني ذكرت ان دخولك وادلائك بصوتك كان في منتهى الاريحيه، كان في تنظيم مميز جدا من ناحيه ان انت حضرتك تخش تبقى الدنيا سهله عليك، ودي من الحاجات اللي حضرتك لمستها في اليوم. الناحيه الثانيه حضرتك ذكرت في لائحه النادي الاهلي موضوع مهم جدا، وهو الاضافه الجديده في تسويق اللعبات الاخرى بالاضافه الى فريق كره القدم. الحاجات دي مش من يعني طبيعي ان وضعها داخل لائحه النادي الاهلي، وايضا راحتك ان انت تخش كعضو جمعيه عموميه انك تدلب صوتك وتطلع بمنتهى السهوله، ما تحسش باي مشكله وتحس ان الدنيا سهله، مش ده بيبقى مصلحه اكبر للكيان اللي احنا كلنا بنقف وراه كنادي النادي الاهلي؟ احنا كل مره يا محمد بنحصل فيها جمعيه عموميه بنتعلم من اللي قبلها، انت بالك؟ نعم. فانا شايف ان لو شفين شمس بصراحه بقى يعني على مفهوم احترافي جامد قوي، ازاي درس نادي مدينه نصر واحسن موقع يتحط فيه الحاجه فين ورايح الناس ازاي والدخول والخروج شكله ايه. المرور بصراحه بنشكر المرور بره غير عادي، التنظيم، القضاه اللي موجودين كلهم النهارده ما شاء الله، يعني نعم. ناس بعدد كامل قاعدين باشراف كامل، باشراف على البطاقات والهويات والشخصيات، مش عايزين اي حاجه تحصل. فكل ده بيحظوا النجاح، يعني انا ما اعرفش ان كل واحد يشوف شغله من حتى من الامن اللي موجود عندنا في النادي والناس القائمين على الحركه المروريه داخل النادي، حتى الراجل بياخدني من ايدي لغايه بيقول لي تعالى يا كابتن اوريك فين، وانا راجل من وسط النادي يعني، فاهم؟ نعم. انما بيحزوا دايما او بيحسسوا على ان هم يريحوا الناس كلها، مش عشان اي حاجه غير عشان اليوم يعدي جميل وباسم النادي وليك بالنادي. وشوف انت، انا شايفك قاطع على، لو جبت على الصوره في النادي او في الخيمه او بتاع، تلاقي حاله جميله جدا. انا وطارق زيد النهارده يعني كنا هناك بالاحضان وبالبوس والراجل يخش لغايه اسمه ويحط، يا ريت كمان انتخابات يوم انتخابات في النادي السنه دي باذن الله يبقى بنفس الشكل بنفس الكيان باذن الله. يا كابتن شريف عبد المنعم، قبل ما اختم معاك كابتن، قبل ما اختم معاك يا كابتن، الاهلي فوق الجميع. طبعا طبعا الاهلي فوق الجميع، ظل الاهلي هو بطل القرن، وتحياتي كابتن ربيع لغايه ما اشوفك. شكرا كابتن. كابتن شريف عبد المنعم، واحد من ابرز نجوم النادي الاهلي والمواهب المصريه عبر التاريخ، بنشكرك شكرا جزيلا. هو ده كابتن ربيع اللي بنتكلم عنه، هو ده تلاحم النجوم والرموز. الراجل ما شاء الله دخل وقال لك اول حاجه انا لمستها النهارده اني في منتهى الراحه في ان انا اخش وادلي بصوتي واطلع واعمل كل حاجه انا عايزها، وده هو ده بقى الدراسه والاريحيه. وانا عايز اريح جمعيته العموميه، انا نادي بحب ادي خدمه فوق السبع نجوم لجمعيته العموميه، ما بحبش عضو جمعيه عموميه عندي يحس باي مشكله وان انا اجيبه مزبوط. واجيبه من السفر. وفي طبعا انديه اخرى مع كامل الاحترام والتقدير، على الرغم من ان هم حشدوا، ولكن كان العضو الجمعيه العموميه عندها حاسس اولا بضغط وبتوتر عشان يكمل النصاب، وحاسس ووقف في زحمه كبيره جدا ومصر الجديده اتقفلت و الى ذلك. ولكن النادي الاهلي مختلف في انه بيدرس كل خطوه قبل ما بيعملها. ما هو ده سبب من ضمن اسباب قال لك ان مدينه نصر والجزيره، انت عملت الجمعيه العموميه في يوم واحد في الجزيره، واخد بالك؟ لان موقع النادي الاهلي خلي بالك في موقع مش سهل، انت خلي بالك من النقطه دي، دي نقطه فنيه طبعا. برضو الناس مش حاسه لما يبقى رجال القانون باثنين بحجم المستشار عبد المجيد محمود، نعم، وواحد بحجم المستشار ربيع عطيه، نعم، يعني هم لما يعملوا نادي مش حتتنا، لكن هم قانونيين ما شاء الله على اعلى مستوى. فبيقول لك السبب من ضمن الاسباب برضو الجانب الفني بتاع موقع النادي الاهلي، ما ينفعش النهارده يجي لك فيه 12000 في الموقع في الحته دي، خد بالك، عشان الموقع وعشان السيريال وعشان وعشان وعشان، وخاصة ان هو جمعية خاص، انعقاد خاص، ما هواش انتخابات. الانتخابات هتجرى في في مقر النادي الاهلي بالجزيرة، مقر واحد وما فيش اي مشاكل حسب اللوائح. يعني سبب من ضمن اسباب، يعني الامور بسيطة سهلة جدا، مش كلها امور معقدة، امور بسيطة جدا في سبيل التعاون، يعني كله تعاون. طول عمر النادي الاهلي متعاون، متعاون مع اجهزه الدوله، متعاون مع الحكومه، متعاون مع المؤسسات، متعاون مع كل، متعاون مع انديه النادي الاهلي. حتى لما يجي لك نادي يقول لك انا عاوز يعني مؤسسه كبيره فيها كل حاجه ان شاء الله وتوفيقه صح. فادي بالنسبه فيها جهه مترابطه بتروح عشان مصلحه. انا خلي بالك خلال الفتره اللي فاتت برضو الامور سهله جدا،
النظام سهل جدا، الرياحيه سهله جدا، تحط صوت تدخل تخرج في منتهى الاحترام، لا في ضغوط ولا في اي حاجه. صحيح والله بدون اي مبالغه ولا بدون اي حاجه. واشراف قضائي على اعلى مستوى لسياده المستشار شريف حشيش، وطبعا كل الاحترام لكل القضاء، اكثر من 10 قضاء كانوا موجودين النهارده في النادي الاهلي بيشرفوا. مفيش بقى حاجه اسمها صناديق بتروح هنا او هنا، لا كله على الحذافير. وكل الاحترام، احنا دولة القانون طبعاً. ودولة القانون بتعظم دائما القضاء واشراف القضاء. اشراف القضاء اهم من اشراف مديريات طبعاً. يعني القضاء ما عندوش زيد وعبيد، ما عندوش اكس وواي، عنده ما يراه. واللي شفنا مع حضراتكم طبعا على مدار اليوم حتى بعد انتهاء مدة التصويت كيف يتم تشميع الصناديق، كيف يتم الحرز بقى الصناديق، كيف يتم الموضوع بمنتهى الشفافيه. ادي لسه كنت بقول لحضراتكم، وادي زمايلنا على طول جايبين اللقطه دي بتبين لك حاجات كتير قوي. اولا كله على الهوا، يعني ده واحد من المستشارين المحترمين بيبتدي خلاص انتهت في اللجنه بتاعته مده التصويت، بيبتدي يقفل ويشمع باللغه الدارجه الصندوق او عدد الاصوات، وما حتى ما حدش فيهم اعلن يا كابتن ربيع ولا جالي قد ايه عدد ولا اي حاجه، حفاظا على صحيحه او صحيه الجمعيه العموميه على يومين. لان ممكن النهارده ولو اعلنت ممكن بكره يقول لك ما خلاص، ما هي الجمعيه كملت، انا ايه اللي هيخلينا اروح؟ لا تروح. وكان في اعداد كبيره، كان في اعداد كبيره النهارده، لكن سيادتك تروح عضو جمعيه عموميه في النادي الاهلي اللي لم يذهب اليوم يروح غدا. الدنيا 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 مفتوحه ان شاء الله ليك كابتن شريف عبد المنعم وكل اعضاء الجمعيه العموميه اللي طلعوا معانا النهارده. 134 لجنه، الدنيا كلها مفتوحه، تروح تدي صوتك مش تاخد 3 دقائق، تتبسط، تقابل زمايلك، تقابل حبايبك، تقابل الالفه وبيت النادي الاهلي وروح النادي الاهلي، هتقابل وهتتبسط. ادي امام حضراتكم، ادي التشميع، مفيش بقى زيد وعبيد، مفيش بقى الكلام اللي بيطلع حضراتكم بتسمعوه، ادي على الهوا مباشره، عشان بس في ناس وبعض من الموتورين اللي مالهمش ولا بيفهموا ولا في كوره ولا في رياضه، وكل اللي بيعرفوه عن النادي الاهلي انه بيلبس احمر، ما يعرفوش حتى التشكيل بتاعه عامل ازاي، وبيطلعوا يتكلموا وفي احد الماتشات وبيقول على نفسهم اهلاويه، كانوا بيطلعوا يهاجموا النادي الاهلي والنادي الاهلي متاخر في احد الماتشات بهدف مقابل لا شيء. ولو هو اصلا اهلاوي عمره ما يطلع ينتقد النادي الاهلي قبل ما الماتش بيخلص، لان النادي الاهلي الدقيقه 90 بلس، يعني النادي الاهلي لاخر نفس لاخر قطره، معانا نجوم على مدار التاريخ. واحد امام حضراتكم كابتن ربيع ياسين، عمر النادي الاهلي استسلم كابتن ربيع؟ لا، مش الكيان الاهلي ما بيستسلمش، وانت احنا اقربها من كاس مصرك وعد على كده كتير. ده لو جبت لك بقى يعني يطلع احد الموتورين يقول لك اصل الموضوع هيتبخ، نادي الاهلي ما بيطبخش، نادي الاهلي مش بتاع طبيخ، نادي الاهلي بتاع استراتيجيات، نادي الاهلي بتاع دراسه، نادي الاهلي بتاع علم، نادي الاهلي بتاع بطولات وانجازات، النادي الاهلي هو من صنع الانجازات والبطولات، النادي الاهلي هو من يصنع النجوم، لم يصنعه احد، النادي الاهلي هو من يسبق، النادي الاهلي هو ترمومتر اداء الكره المصريه، النادي الاهلي هو سباق في كل شيء على كل الاصعده، سياسه وفن ورياضه وكل شيء. كان معانا يا استاذ حمدي الكنيسي امبارح، واحد من الـ من الـ من الـ من القاده، رئيس اذاعه الشباب قبل كده والرياضه، وايضا الاذاعه المصريه، واحد كان من كبار القاده الاعلاميين، واحد كان مراسل حربي في حرب اكتوبر، يطلع يتكلم عن النادي يقول لي، يقول لك ده انا جبت في سنه كذا عملت ندوه ثقافيه. ما فيش الكلام ده بيحصل في اي انديه. صحيح، ما فيش الكلام ده بيحصل في اي انديه. النادي الاهلي كان بيجي له السيده ام كلثوم وعشان تعمل حفلات، وادي الجانب بقى المجتمعي والجانب الثقافي. النادي الاهلي عامل بطاقه اهلاوي افتخر ذوي الاحتياجات الخاصه لهم حق حضور مباريات النادي الاهلي يا كابتن ربيع مجانا. مين بيعمل الكلام ده؟ مع كامل احترامي وتقديري لاي حد، عشان بس الناس اللي بتطلع تقول لك النادي الاهلي بيطبخ، يعني انت كل ده ما شفتوش وما شفتش النادي الاهلي وانجازاته، ما شفتش هدف احمد فتحي، ما شفتش اهداف الدوري، ما شفتش الاهلي واخد الزمالك وكل منافسينه رايح جاي، وهو الالعاب الاخرى، وهو ده اللي انت شفته النادي الاهلي في هيطبخها في مدينه نصر؟
يعني ربنا يهدي، والله ربنا يهدي. اسف ولا حتى له حتى في السياسه ولا له حتى في الرياضه، وهو يعني ما حدش يعني يلا يعني ايه الواحد معلش. للاسف النادي الاهلي يا كابتن لما حد بيمسه وخاصه دون منطق ودون مرجعيه الواحد ما بيمسكش نفسه، لان الاهلي دائما فوق الجميع. اه طبعا كلنا بننتمي. بص يا محمد، انا كابتن صالح في يوم من الايام جابني وعدني كده وقال لي يا ربيع انت هتبطل عشان شايف انك تبطل. انا كنت بروح الانتخابات يا محمد وادي له صوت كابتن صالح سليم عشان كيان. الكابتن حسن حمدي ما شغلنيش، انا اشتغلت في الاهلي وكنت بروح اقعد عشان الكيان، ما تخلفتش ورحت اديت صوتي. مهندس محمود طاهر خلينا واقعيين، وانا اشتغلت في عهده ما فيش ولا جمعيه فتها، كنت موجود في الصف الاولى عشان اقول نعم عشان الكيان. فهو ده الغيره اللي عندك، هو ده الحب، هو ده النادي الاهلي. احنا بنحب النادي الاهلي وننتمي ليه، واللي بيحب النادي الاهلي وينتمي ليه موجود مش موجود يحب له الخير، يحب له الانتصارات، يحب له كل حاجه كويسه، لان كله زائلون، كله زائل. ففي ناس من بره بتحب النادي وتنتمي ليه، وفي ناس بتبقى جوه عشان تنتمي ليه. فده كيان كبير احنا بنتشرف يا محمد، وتلاقي خلي بالك الاغلبيه من فضل الله هي اللي بتحبه، هي اللي هي تلاقي قله اللي انت بتتكلم عليه ده ممكن قله بسيطه جدا، ما زي اي قله في اي حته، لكن الاغلبيه من فضل الله دايما في ظهر النادي الاهلي، بتحب له الخير، موجوده مترابطه جدا، سعداء عاوزين الخير، واعيين جدا. فاطمئن لان هو الكيان ربنا سبحانه وتعالى جعله القبول في الارض، ودي حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فمن فضل الله علينا ان ننتمي لكيان ربنا مخلي الامور فيه حلوه، الامور سهله، الامور جميله، النفوس جميله، النيات صادقه كلها مع بعض. فعشان كده تلاقي في الدقيقه 6 من الوقت البدل الضائع مات متى بيسجل الهدف، في الدقيقه 3 ومش عارف خد بالك احمد فتحي، في حاجات كتيره جدا. فطول عمر النادي الاهلي واقف، واقف بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله ثم خد بقى جمهور وادارته. دي جينات. وبعدين انت قلت دي برافو عليك، وبعدين انت قلت خلي بالك ده مش بيصنع نجوم بس، ده بيصنع اداريين وبيصنع مدربين وبيصنع كل حاجه النادي الاهلي. طب كابتن ربيع يعني هنأكد على كلام حضرتك، في اكثر من 9 لاعبين من النادي الاهلي في منتخب مصر. منتخب مصر بيستعد لمباراتي اوغندا يوم 31. لعيبه النادي الاهلي على اعلى مستوى، جاهزين، رايحين فورم عاليه جدا. دي حاجه اكيد مستر هيكتور كوبر مبسوط منها. النادي الاهلي في هذه الفتره كابتن حسام البدري قاد مران اليوم عاد من اجازته عشان يبتدي الاستعداد لدوري ابطال افريقيا. خلينا نتكلم في تلاحم بقى المواسم. خلاص كابتن حسام البدري، حتى كنت لسه انا بتكلم امبارح ان في هذه المرحله المدير الفني بيبتدي يفكر ويحط القياسات عشان يعرف هو فين، ويحط الخطط ويحط الاستراتيجيه. انا عندي ماتش مهم جدا يوم 18 سبتمبر المقبل امام ترجي في دوري ابطال افريقيا، وابتدي اخش تدريجيا من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الفنيه بحيث ان انا اخش لقاء الترجي ب 100% من الجاهزيه. شايف حضرتك ازاي طبعا وجود هذا الكم الهائل في منتخب مصر من لاعبي النادي الاهلي وبدايه النادي الاهلي للاستعداد لماتش الترجي؟ هو عندنا احنا، هو اكيد الكابتن حسام في الجانب التنظيمي بعد ماتش المصري ادى اجازه تقريبا لمده اسبوع للناس اللي كانت هي متواصله بشكل رايح وجاي، وكان في ناس خدت اجازه من فتره كبيره جدا، ونظم اموره ما بين مصابين ما بين اجازات كانت قبل المصري بفتره ورجوع، واجازات كانت طويله شويه واجازات كانت قصيره لبعض من اللعيبه اللي هم ما استهلكوش ما لعبوش طول الموسم الماضي. قليل المشاركه. دي حقيقه، قليل المشاركه. انا من وجهه نظري ان يعني نضج حسام البدري هيفرق بامر الله تعالى في الموسم القادم وخبراته الكبيره جدا. ان احنا اتفقنا هنا وقلنا ان مهم جدا كان يريح بعض من اللعيبه اللي استهلكت، اصل عبد الله خد بالك اتكلمنا على بعض من الافراد، عبد الله ومؤمن زكريا وفتحي ووليد سليمان حسام غالي في بعض الاوقات، شريف اكرامي، شريف اكرامي. فهو عمل ونظم الامور ورجع طبعا بعض من اللعيبه في ماتش المصري في النهائي لما وصلنا قبل النهائي ونهائي، اضاف بعض العناصر بعد الاستراحات. الطبيعي جدا ان هو اكيد احنا عندنا ماتش 31 مصر واوغندا، نعم،
التاني بقى على طول ولا لسه بعديه بعد فتره؟ يعني الماتش التاني بتاع مصر واوغندا هيبقى بعديه مباشره على طول ولا بعد فتره بعد الترجي؟ هو اعتقد ان الاقرب الترجي. الترجي احنا عندنا الترجي 18 بار من التعالي. يعني عندنا 18 يوم ما بين راحات ان شاء الله والسفر بالنسبه للدوليين التسعه، وبين ان شاء الله عنصر التفاهم والانسجام والجانب الفني. ان انت عندك ميزه كويسه جدا ان الحمد لله ان فريقك بفضل الله واقف بدنيا ومهريا وخططيا. خد بالك الصفات الرياضيه مش هتتكلم عنها، لان مفيش لعيب في النادي الاهلي بيبقى ناقصه صفات رياضيه. حتى اللي ما عندوش على طول بيدخل يخش داخل المجموعه وبنحس بيه. هات لي واحد في كل الموسم اللي فات تلاقيه واخد بالك بعيد عن التركيز والالتزام والاصرار والاراده والشجاعه، وخد بالك مفيش كله بيدخل. دي منظومه كامله متكامله، وده كان زي ما اتفقنا في شغل الاداري داري والمدرب واللاعب لاعب وفي شغل. انا هسال حضرتك سؤال مهم جدا وده من اهم البنود اللي في فتره الاعداد، وهو عامل التحفيزي الموتيفيشن. النادي الاهلي بيقر لائحه جديده للموسم الجديد في المكافئات لمكافئات الفوز في الماتشات والبطولات. من اللي هل دي ماك دائما يا كابتن ربيع وحضرتك طبعا مدرب كبير مدرب منتخبات، جانب التحفيزي بالنسبه للاعيب الكوره خاصه ان هو في، طب احنا بس للاسف هنطلع عليه سياده اللواء شيرين سام. سياده اللواء شيرين شمس معانا على الهاتف. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن محمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله، تحياتي وتحيات كابتن ربيع ياسين. سلام يا كابتن ربيع. ازيك يا سياده اللواء؟ ازيك يا فندم، ازي حضرتك كابتن؟ ازيك، كل عام وانت طيب. ربنا يخليك حبيبي، ربنا يخليك يا سياده. سياده اللواء، عايزين نعرف كيف رايت اليوم الاول من الجمعيه العموميه للنادي الاهلي؟ ما شاء الله كان في حضور مكثف من اعضاء الجمعيه العموميه، ما شاء الله الكل بيشيد بالتنظيم، راحه الدخول والادلاء بالاصوات. شوف حضرتك، الاول انا طبعا بشكر اعضاء الجمعيه العموميه، شيء مفرح جدا المظهر النهارده الحضاري الجميل اللي كان عليه الاعضاء. حكايه الدخول والخروج بالصوره دي شغلتنا، كان لازم نوفرها للاعضاء، فيعني ما عملناش حاجه زياده، لكن اعضاء الحقيقه متعاونه جدا. احنا النادي الوحيد اللي كان عنده 45 قاضي. 45 45 قاضي يا فندم. 45 نعم، وسبعه قضاة على المنصه الرئيسيه. نعم، يعني حضرتك رقم يعني منتهى الشفافيه اللي في العالم. نعم، يعني ما اعتقدش ان في حد ممكن يشكك في اشراف القضاة على اي عمليه تصفيه او اي عمليه انتخابيه. نعم، فده يعني احنا جايبين الجهه الاقوى في مصر. نعم، ما فيش طبعا نتيجه لان هو اليوم مستمر، الاشاعات اللي طالعه. يا فندم، هل في برد فعلا من الاشاعات؟ وحضرتك صرحت وقلت لا صحه لالغاء اليوم الثاني من انعقاد الجمعيه العموميه. يا فندم، والصناديق تحت اشراف القضاء اتنقلت. نعم، دلوقتي في النادي الاهلي في الجزيره في اوضه مؤمنه، هم بيقفلوها لنفسهم، والصناديق اتنقلت عشان الصبح تخش الصاله المغطاه ان شاء الله. فلا صحه للاشاعات اللي شغاله، الناس ما تسمعش الكلام ده، الناس تيجي بكره برضه ان شاء الله ويكملوا يومهم العادي. وانا النهارده يعني بناء على اتفاق مع النيابه الاداريه وبناء على سلامه الاجراءات، ما فيش فرز النهارده، ما فيش اعداد طلعت كل الاعداد، كل واحد بيقول عدد زي ما هو عايز، لان احنا قايلين من الاول واعلنا على يومين. حتى لو كان اتعدوا واتقال جاي اكثر من نصاب، كان في يوم بكره بناء على اعلاننا للساده الاعضاء ان احنا ما بنعملش حاجه ونعمل حاجه ثانيه. طيب بس سيادة اللواء، برضو هرجع تاني، ما شاء الله يعني كونسولتو كامل من القضاء، 45 قاضي زي ما حضرتك قلت. البعض من الجانب من بعض الجوانب الاخرى بتشكك ان الاشراف القضائي ليس هو الفيصل، وان كان يجب ان نكون هناك مشرفين من مديرية الشباب والرياضة. ورأي حضرتك في هذا الشأن؟ اللي عايز يشكك القضاء يطلع يقول، بس عايز يطلع يقول رسمي عشان يتحمل نتيجه كلامه. نعم. اللي عايز يشكك عايز يطلع رسمي يقول لي الكلام ده. نعم. يقول لهم. نعم. لانه اذا كان يعني احنا حضرتك انتخابات رئاسه الجمهوريه وهي اقوى انتخابات في مصر. من المشرف عليها؟ القضاء. فاعتقد انه ما فيش اقوى من كده. احنا جبنا اقوى جهه في مصر تشرف على اي حاجه فيها شفافيه وفيها مصداقيه حتى لو لم تكتمل، لكن في الاخر انا عملت الصح. حكايه بقى احنا بعدنا هم مش عايزين يجوا، سواء الجهه الاداريه سواء اللجنه الاولمبيه، تحت قصه بقى يومين ومقر ومقرين. يا فندم، المهندس هشام حطب في تصريحه لبعض من وسائل الاعلام قال ان النيابه الاداريه لا تمثل الا نفسها، لا تمثل جهته ولا تمثل مديريه الشباب والرياضه. طب وكان قبل كده حضرتك
هو كاتب في جوابه تحت اشراف قضائي ليه حضرتك لما هي ما بتسجلش؟ نعم. جواب الاستاذ هشام حطب نعم بيقول تحت اشراف قضائي، هو كتب الجمله دي ليه في جواب؟ ولا احنا بنكتب جوابات حضرتك ويعني بنرجع نقول لا مش معترف بيها ولا اي حاجه؟ يعني اذا حضرتك جالك الجواب بيقول في اشراف قضائي؟ اشراف قضائي نعم. وقعدنا وبعتنا للشباب والرياضه عشان نعم بيقول الاربعه لجنه اوروبيه برضه بعتنا لها ما ردتش، هم عارفين ميعاد الجمعيه ومكانها ما حضروش، انا خدت الاحوط والاقوى. طيب يعني يا فندم حضرتك تؤكد ان انعقاد الجمعيه العموميه اليوم وان شاء الله في الغد تحت الاشراف القضائي هو على كل ضوابط القانون وعلى ما جاء الى سيادتك من نص من الخطاب القادم من اللجنه من الجهات المعنيه. بالظبط، هو واضح انه في يعني حرب من الاول، فيعني ما احنا مش باصين للكلام ده، احنا ماشيين. اولا انا مش عارف ما يدير اي حد ان انا اريح اعضاء النادي. نعم. انا عندي جواب من سنه 2015 بيقول ان الجزيره ومدينه نصر مقر واحد باللفظ كده، والجواب ده اتعرض عند حضرتك في قناه الاهلي. نعم. فما اعرفش هل الجواب اتلغى، ما جاليش حاجه تقول ان الكلام ده اتلغى. نعم. الشيخ زايد فرع، انا مش مختلف فيه. وعندي جواب تاني بيقول ان انا اطبق احكام حكم القضاء اللي صادر لصالح اعضاء فرع الشيخ زايد من حقهم ان هم يحضروا ويصوتوا على هذا على هذه اللائحه. فما اعرفش هل ده اتلغى برضه؟ ومن يريد الغاء حكم قضائي هو يتصدر للكلام ده. انا اجراءاتي سليمه. انت برضه حاجه بتقول قلنا لهم بتقول سند قانوني يقول ان انا ما اقدرش اعمل عدد. برضه لا هي على ايه؟ لا ما هو معلش كل حاجه ماشيه بالقانون. مفيش حاجه ماشيه لا هي كده. وهو في حتى الماده 4 في اللائحه يا فندم بتقول ان على اللجنه الاولمبيه تحقيق فقط النصاب اللي هو 12500، ولكن هي جمعيه خاصه حسب ما يتراءى لمجالس الاداره في الانديه. ده بيقول حسب ما يتراءى الاجراءات التي يراها مجلس اداره كل نادي او تطبيق. اذا انا لم يتراءى لي اجراءات او ما عنديش اجراءات اعملها يبقى اطبق القواعد 1 2 3 4 لجمعيه. خلاص عندي اجراءات وعملتها. طيب يا فندم انا عندي جواب كلها جوابات موجوده، يعني انا ما قلتش حاجه حضرتك حكايالي يعني. لا احنا عارفين ان حضرتك يعني في هذا الشان بتبقى يعني مستفيد كل الحاجات القانونيه ولا تتحدث الا وانت متاكد بنسبه 200 او 300% يا فندم. جوابات يا فندم انا مش يعني حتى انا يعني من يوم ما جيت النادي الاهلي وده سمه النادي الاهلي، ده مش انا ما اختارتش حاجه، ده سيستم. اي حديث حضرتك بالتليفون اللي بيكلمني بقول له معلش حضرتك قلت لي انا ما سمعتش حاجه، حضرتك خاطبني بجواب رسمي عشان يبقى عليا وعليك الجواب الرسمي. خلاص اللي بيطلع جواب لما انا بطلع جواب انا ملزم بيه، حتى لو خطا خلاص انا طلعت جواب. طيب. انا عندي كل اللي بقوله كل اللي قلته لحضرتك دلوقتي ده بخطاب من الجهات اللي انا قلتها. طيب سياده اللواء شيرين، النهارده جميع اعضاء الجمعيه العموميه حتى برموز النادي الاهلي، كابتن شريف عبد المنعم دخل معنا في مداخله، وعلى مدار اليوم كان كل اعضاء الجمعيه العموميه حتى عبر الهاتف حتى عبر لقاءاتهم الكل يشيد بالتنظيم وسهوله الدخول الى اللجان الانتخابيه. في يوم الغد ان شاء الله في الجزيره، هل هي نفس الاستعدادات؟ يعني نفس الاستعدادات، يمكن هيكونوا يعني بكره اسعد حظا شويه، حضرتك عارف الجو عامل ازاي. نعم. احنا مفيش صاله كبيره في مدينه نصر، وبالتالي احنا حاولنا على قدر الامكان المراوح وبعض اجهزه التكييف ان احنا يعني نخفف شويه حده الجو على الساده الاعضاء، لكن برضو كانت الدنيا حر. الصاله موضوعه عندنا مكيفه حضرتك بالكامل، وبالتالي بكره هتبقى العمليه يعني بالنسبه للجو هيبقى احسن كتير للاعضاء. المكان جوه منظم برضو، فيه دخول وفيه خروج والدنيا سهله، وكل يمكن اعضاء اللي عملوا مداخلات مع حضراتكم في قناه الاهلي نغرده بيخش ما بيخش 3 4 دقايق بيكون مخلص ومشي. بالتاكيد. برضه بكره في حضرتك 20 اتوبيس من الشيخ زايد، في 20 اتوبيس من مدينه نصر على طول النص ساعه يتحرك الى الجزيره. دي خدمه مهمه جدا وخدمه جميله جدا. حضرتك اخر حاجه قبل ما اختم مع سيادتك تقول ايه لاعضاء الجمعيه العموميه في مقر النادي الاهلي بالجزيره او مدينه نصر او الشيخ زايد، طبعا فرع الشيخ زايد اللي لم ياتي اليوم، حضرتك تقول له ايه؟
انا بس الاول برضو عشان استكمالا لموضوع الاتوبيسات، استاد الاعضاء اللي هيجوا بسياراتهم الخاصه النادي الاهلي حابب جراش الاوبرا للاعضاء. نعم. يجوا بسياراته الخاصه يتوجه لجراش الاوبرا على طول، حضرتك يخش القوه وجراش زي ما حضرتك عارف. دي حاجه مهمه جدا، ويا ريت ويا ريت حتى زمايلنا في الاخراج ينزلوها لنا على الاسترابا. من يتوجه غدا الى مقر النادي الاهلي بالجزيره يتوجه الى جراج الاوبرا عشان يركن سيارته ويتوجه للنادي الاهلي بمنتهى السهوله. وسياده اللواء شيرين برضه الموضوع هياخد 3 دقائق زيه زي مدينه نصر، مش هيبقى فيه اي مشاكل ان هو يخش يقول ويدلي بصوته. بالظبط كده حضرتك. بالنسبه للاستاد اعضاء جمعيه عموميه، اعضاء الجزيره انتوا في بيتكم فتفضلوا، اعضاء مدينه نصر احنا موفر لكم الاتوبيسات برضه تتفضلوا عشان تستكملوا اللي انتوا بداتوه النهارده. اعضاء الشيخ زايد هما يمكن المشوار حاسس انه طويل عليهم شويه، فبكره يتفضلوا الدنيا قربت. السبت برضه حضرتك زي الجمعه الخروج بيبقى احسن شويه من فرصه الاسبوع، فاعتقد ان الدنيا بكره تبقى ميسره بالنسبه لهم ان هم يتشرفوا ويدلوا رايهم. هم قاتلوا على ان هم يبقى لهم حق حضور جمعيه عموميه، فاعتقد الحق جالهم، فاعتقد المفروض يستغلوه. طيب يثبتوا للناس ان هم كانوا على حق ان هم عايزين يدخلوا جمعيه. ست اللواء شيرين، ما شاهدته اليوم وما شاهدته في الفترة الماضية أن مجلس إدارة النادي الأهلي بيحاول أن هو أول شيء يفعل دور الجمعية العمومية ويسهل إجراءات تفعيل الجمعية العمومية على أعضائه. طب لماذا كل هذا اللغط؟ يعني أنا بسهل على جمعية العمومية وأنا لا الحق، أنا النادي الأهلي ودول أعضاء جمعية العمومية، وكل ما أشاهده صراحة لم أشاهده في مع كامل احترامي وتقديري لأي مكان آخر، فانا راجل بحاول ادي خدمه خاصه لاعضاء جمعيه العموميه. فهل حضرتك شايف ان يعني ده يعيب النادي الاهلي ان انا بريح اعضاء الجمعيه العموميه؟ والله حضرتك انا اعتقد ان الرد الاحسن هيكون من اعضاء الجمعيه العموميه اذا كان مجلس ادارتهم بيحاول يريحهم، كما اسهل ما عليهم حضرتك ان هم يقولوا يوم الجمعه 25 بالجزيره وخلاص الناس، لا احنا حضرتك هنعمل اجراءات زياده ولا يعني هننزل مجهود مضاعف، الموضوع هيبقى سهل بالنسبه لنا، اهلا وسهلا. هم قرروا راحتهم، على فكره اللائحه حضرتك هي لا للمجلس ده ولا للمجلس اللي جاي ولا اللي بعديه. نعم، دي الكيان. الناس لازم تفهم انها ليهم مش لمجلس الاداره. نعم. مجلس الاداره هيجي هيدير النادي بتسعه ب 12 ب 5 باللائحه اللي موجوده باللائحه اللي هتتحط، هيجي يدير النادي، لكن لازم الاداره اللي جاي هي مجلس الاداره الجاي. لو مشوا على اللائحه الاستشهاديه الناس لازم تقرا القانون وتقرا اللائحه الاستشهاديه عشان يعرفوا مدى المعاناه اللي هيعانيها الاعضاء، هيعانوا ومجلس الاداره هيعاني. وادي نتيجه ان نادي السيد عشان الناس ما حضرتش ابتدوا يحشدوا عشان يجيبوا 5000 واحد عشان يكتبوا ان هو يفقدوا الجمعيه اللي فاتت عشان يعملوا جمعيه جديده عشان يفقدوا لائحتهم، لان هم حسوا بمدى الخطا اللي هم وقعوا فيه. نعم. الناس الاعضاء في نادي السيد بيحشدوا بيحاولوا يتدارسوا هذا الموقف. إذا الناس نستوعب إن ده للأعضاء، لينا إحنا أعضاء النادي. أنا بنحسب نفسنا كلنا أعضاء، اللي قاعد على كرسي أيمن عليه بكرة نازل يقعد. نعم. يحسبها لنفسه بقى لما يقعد يبقى عيد عنده لائحة بتاعته تقعد النادي يعني. هل يعقل إن يوضع في اللائحة إنه على سبيل المثال، يعني أنا بكلم حضرتك حاجة على سبيل المثال، إن نادي زي النادي الأهلي لما يجي يلعب مباراة مع فريق أجنبي عشان العب المباراه دي اخذ موافقه كل الجهات من بناء على اللجنه الاولمبيه واخذ موافقه الجهه الاداريه واخذ ازاي وازاي بعد كل ده انا بفعل دور الرياضه وبرتقب دور الرياضه؟ انا كده بعقد الموضوع. يعني ازاي؟ انا بقول الكلام ده اللي حط اللائحه، خلاص حط اللائحه الموضوع انتهى، لكن انا بتكلم للنادي الاهلي قرروا ان تكتبوا اللي انتوا عايزينه. اذا انت شايف كمان ان اللائحه الاستشهاديه كعضو نادي انها كويسه، انزل قول لا مش موضوع لائحه النادي الاهلي. لكن انا بقول كعضو مش مدير تنفيذي، كعضو النادي الاهلي تربيت اتولدت هنا وتربيت هنا، ارجوكم تعالوا فاهمينه اللي فيه مصلحتكم. سياده اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي، اشكر حضرتك شكرا جزيلا. والتسهيلات واضحه، الخدمه السبع نجوم واضحه، حضرتك يا من ستذهب غدا باذن الله
الى مقر النادي الاهلي بالجزيره. حضرتك هتتوجه لجراج الاوبرا، تركن سيارتك وبتتوجه الى النادي. الاجراء هياخد مش اكتر من 3-4 دقائق، هتدلي صوتك. حضرتك موافق على اقرار لائحه النادي الاهلي هتقول اه، حضرتك غير موافق هتقول لا، وهتاخد بعضك. وكنت عايز تستمتع وتستجم داخل النادي ماشي، كنت حضرتك عايز تتوجه مره ثانيه تاخد سيارتك وتباشر يومك وتباشر عملك او تباشر يومك العادي، الموضوع في منتهى السهوله. ما شاء الله شفنا اجراءات اليوم والسهوله واليسر على اعضاء جمعيه عموميه في مقر النادي الاهلي بمدينه نصر. نفس الشيء ونفس الخدمه، خدمه 7 نجوم. النادي الاهلي مختلف حتى في كيف يستفيد ويريح من تفعيل اعضاء جمعيته العموميه في ادلاء اصواتهم وفي الدخول الى داخل النادي وممارسه دورهم الديمقراطي داخل النادي. كلام مهم جدا كابتن ربيع، حضرتك بقى تتوجه بكره ان شاء الله لجراج الاوبرا وتركن عربيتك عشان تتوجه في الصاله المغطاه. الصاله المغطاه مكيفه بالكامل، بكره الدنيا حر ولكن النادي الاهلي بيدرس وبيستوعب وبيسترشد جيدا وبياخد الخطوه وهي مدروسه. ما عشان كده النادي الاهلي مختلف، ما هو الاختلاف مش هيجي كده من الفراغ، وهي مش قصه ان شاء الله هنكسب، ما هو ان شاء الله بامر الله هنكسب، ولكن عملت ايه عشان ربنا يوفقني؟ هي دي النقطه. وعشان كده الرياضه اصبحت والاداره الرياضيه اصبحت علم. هي قصة مش قصة ان احنا يلا كده هنلعب بأني شكل وان شاء الله هنكسب زي ما ناس كتير قوي بتعمل، لا. والكورة والرياضة اصبحت ادارة، ادارة الصح هي اللي بتجيب العناصر الصح، هي اللي بتجيب المدير الفني الصح، هتلاقي النتيجة في الاخر حطها كده في معادلة ايكوال النادي الاهلي. كابتن ربيع ياسين كنت اتحدث معك في نقط مهمة جدا، خطوات الكابتن حسام البدري في تجهيز الفريق قبل الذهاب الى دوري ابطال افريقيا. عندنا معسكر منتخب مصر ما شاء الله، عندنا المحترفين على اعلى مستوى، لكن لعيبه النادي الاهلي ايضا هم كمان على اعلى مستوى. النادي الاهلي ابتدى ياخد اجراءات، عمل قياساته، خد بعض النقاط المهمه من الناحيه البدنيه. ايضا النادي الاهلي كابتن ربيع النادي الوحيد اللي في مصر عنده اخصائي تغذيه. ايوه، ودي من الحاجات اللي مش موجوده الا في الانديه الاوروبيه، لان اخصائي التغذيه طبعا حضرتك سيد العارفين بيتعامل مع اخصائي الاحمال البدنيه انيس الشعلالي طبعاً، وايضا دكتور هاني اخصائي التغذيه والجهاز الفني بالكامل. الصراحه هذا الموسم نرفع له القبعه. لا، ما احنا اتفقنا ان الجانب العلمي ده له دور كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى في تحقيق الانتصارات. الخبرات لها دور كبير جدا، الجانب التنظيمي والتنسيقي ما بين كل الامور خارج الملعب وداخل الملعب، لا البطولات والفوز والمكسب والاداء، وده ما بتبنيش على حاجه اي حاجه عشوائيه. لا، من وجهه نظري ان بص لما الاهلي يكسب في الدقيقه مش عارف 6 اكيد واقف بدنيا صح، لما تلاقي خد بالك الاهلي بيتفوق واداؤه ونسبه كبيره جدا يبقى في جانب مهاري، لما تلاقي بيسيطر على المباراه يبقى في جانب خططي، لما العقول تبقى موجوده يبقى في جانب نفسي، يعني علميا لو انا مشيت هتلاقي كل حاجه موجوده. غير ده كله او قبل ده كله توفيق الله سبحانه وتعالى في اسباب. فحسام اكيد منظم اموره، احنا عندنا 31 ماتش هنا الخميس الجاي بيشتغل مع قدام اوغندا، ربنا يوفق منتخبنا، وتيجي بقى يرجع الجمعه يبتدي حسام بقى الاستشفاء بالنسبه للمجموعه اللي هتلعب. انت عندك 1 2 3 4 5 6 7 7 موجودين من النادي الاهلي، ده انا كاتبهم شريف وفتحي وسعد ورامي وعاشور وصالح وعبد الله. نعم، ده في 4 بقى كانوا محترفين برضو تبع النادي الاهلي. طبعا لو كنا حسبنا عمرو جمال، عمرو وعندك وتريزيجيه ورمضان صبحي يبقى ال10 وكوكا كمان اولاد النادي يبقى 11 لعيب. ده اللي كنا بنتكلم عليه، ان النادي الاهلي طول عمره بيمد المنتخبات بلعيبه كبيره وفره ما شاء الله، هم اللي الاكثريه على مدار التاريخ. يعني ما فيش من الاهلي، معلش مع احترامي الشديد، ما فيش تحقيق نتائج احسن النتائج في تاريخ المنتخبات. وانا قلت لك بالارقام هتلاقي نسبه كبيره جدا من لعيبه النادي الاهلي. كابتن ربيع دايما مقوله من واحنا حتى اطفال في الناشئين يقول لك النادي الاهلي كويس، منتخب مصر كويس. ما دي حقيقه، يعني انعكاس حقيقه، والشعب المصري بيقول كده وكل الجمهور بيقول كده، دي حقيقة كلمه حق بالفعل مش عشان اي حاجه. فبيقول لك الاهلي كويس كويس، يعني برضو ومعانا دي الزمالك، نادي الزمالك برضو قيمه كبيره جدا ومدرسه كبيره جدا، لازم كل التقدير والاحترام ليها. لا كل فطبعا اكيد بقى الكابتن حسام هو شاف فرقه الترجي كويس قوي وحفظها كويس قوي، وشافها هنا طبعا
ومش هنا مش معناه ان برضو الاداء الفني بتاع الترجي هيختلف تماما. خد بالك في الدوره العربيه غير افريقيا. لا بطوله وديه يا كابتن ربيع، واحنا اتكلمنا في هذا الشان. وفي ناس يعني فرحت ان النادي الاهلي خسر البطوله العربيه الوديه، ولكن الرد كان صاعق في الكاس. الحمد لله رب العالمين. فانت فاكيد حسام بقى العده بتاعته الفنيه، يعني الجانب الفني، انا اؤمن بالجانب الفني، الجوانب الفنيه اللي هي وظيفه اللاعب والمدرب. نعم. المدرب لازم يكون عنده وظائف فنيه يشتغل بيها. انا بحضر فريقي ازاي؟ الرسم تحت ازاي؟ النظام الهجوم ازاي؟ نظام الدفاع ازاي؟ هقابل ازاي؟ بقسم الملعب طول وعرض ازاي؟ الفرقه اللي قدامي قوتها فين؟ خط ضهرها وسط ملعبها فرودتها حارس مرماها، قوتها في اليمين ولا الشمال ولا في العمق؟ قوتها الفنيه في التلت الامامي بيوصلوا للجول ازاي عن طريق ايه؟ حاجات فنيه بتتفصل ما بين 11 لاعب 22 لاعب من وجهه نظري المدرب بيقعد يذاكرهم. خد بالك زائد سير المباراه مهم جدا، بدايه المباراه بتشكيلها مهمه جدا، زائد سير المباراه يا محمد، سير المباراه انا دلوقتي متفوق، ادائي عالي جدا، لا في هبوط، لا في خد بالك دفاع باكثر من هجوم، في نسب، انا ادير المباراه ازاي واعلي شغلي عشان اقدر اخد اللي انا عاوزه، ان انا اكسب المباراه ازاي. فكل ده عند حسام البدري. وانا يعني حسام السنه دي لو اتكلمنا عليه بصراحه هنقول ان هو نجح بامتياز بجهازه الفني، واخد بالك، بادارته، بكل حاجه، فمفيش خوف، توفيق الله سبحانه. بس يا كابتن عشان احنا في قناه النادي الاهلي بنقول كده، هي الارقام والانجازات والواقع هو اللي بيقول كده. في صحفي طلب لي يقول لي احسن مدرب من وجهه نظرك، فانا قلت له من وجهه نظري بما يرضي الله حسام البدري. فقال لي طب حسام ازاي ده الاهلي موفر له كل حاجه، موفر له اللعيبه، موفر له موفرته. لا طب انت قول، قلت له ما ينفعش اقول حسام البدري، واحد حقق دوري، واحد حقق كاس، واحد كل المنافسين يعني ما بدون هزيمه وبالارقام. نعم. يعني انا ما بتكلمش عشان قلت له انا اهلاوي ولا حسام اهلاوي، لا انا بكلمك بالعقل وبالمنطق وبالحكمه وبالخبره وبالعدل بتاع الله سبحانه وتعالى. يعني هو ينفع يا كابتن زين الدين زيدان يكسب الدوري الاسباني ويكسب دوري ابطال اوروبا وما ياخدش احسن مدرب؟ كان رد كده هو قاعد يتكلم، قلت له بص انت حر، لكن انا عشان اديك رد مقنع وفي عدل وفي صراحه، لان انا بقيس، انا مدرب، انا بقيس بحاجات كتيره جدا، مش 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 بقول حسام وخلاص، قلت له بقول له 1 2 3 4 5 6، ودي وجهه نظر انا تحترمها، انت قول اللي تقوله، بس انا ما اقدرش اقول كده. انت وجهه نظر كابتن مبنيه على المنطق ومبنيه طبعاً ما شاء الله على الخبرات والشغل والتدريب وحاجات كتير جدا، ولكن للاسف الان اصبح في بعض الاوقات التقييم بالحب والكره، يعني انا احب فلان يبقى فلان ده ماشي كويس. بص يا محمد ما ينفعش يعني. ما بحبش فلان يبقى ما بيضحكش، اصله ما بيضحكش. ما ينفعش النهارده واحد ياخد دوري، واحد ياخد كاس، واقول احسن مدرب واحد تاني. يعني ايه منطق وايه عالي؟ لو احنا زملكاويه هنقول حسام البدري، لو احنا خد بالك لو واحد من الزمالك حقق هنقول من الزمالك حقق. نعم. العدل والفنيات والعين والمنطق والعقل وكل حاجه يا محمد، احنا 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 بنصرف، احنا بنتكلم بما يرضي الله، عاوزين الكوره المصريه تبقى جميله، احنا روحنا كويسه جدا، وبنحب خد بالك احنا بنحب نظهر كل واحد ياخد حقه بما يرضي الله، فدي منظومه كامله متكامله. اعتقد ان لما قلت حسام البدري كان يستحق، فحسام ان شاء الله عنده الخبرات الكبيره ودرس المنافس كويس قوي. واكيد يا كابتن برضه عايز اضيف لحضرتك ان في وجود هشام محمد، في وجود وليد ازارو، في وجود احمد الشيخ، في وجود اسلام محارب، في بعض من التدعيمات الصفقات ايمن اشرف، كل دول هيدوا النادي الاهلي برضو طبعاً اريحيه طبعاً في انه في الفتره اللي جايه يكون عنده في كل مركز في بديل. صحيح. فبالتوفيق وان شاء الله وجوه جديده مبشره باذن الله تعالى وعلى اعلى مستوى. يعني انت حضرتك رايك في التفاعل الشديد لأزارو في البطولة العربية ودخوله في الأجواء مع النادي الأهلي ممكن يكون ورقة رابحة أمام الترجي؟ إن شاء الله. وإحنا كان في إجماع هنا والجمهور إن هو لعيب كويس، استعداد كويس، اجتهد واشتغل وحاول، لكن عنده فنيات تساعده، ومع الوقت ومع الخبرات اللي هياخدها مع الفريق نفسه ومع الانسجام هيبقى احسن وهيزيد، واحنا كلنا لعيبه كوره وعارفين. وبعدين اتخذ منتخب مع الوقت، اتخذ منتخب طبعا مالي. طبعا هو لعيب كويس طبعا، وعمل عليه وحاول واجتهد وسجل هدف وحاول في 3 4 مباريات، الموضوع كبير نحتاج وقت شويه طويل، لكن هو اعتقد من ان شاء الله ان شاء الله مكسب كبير للهجوم
النادي الاهلي. طب وهشام محمد وقدومه النادي الاهلي بيته مره ثانيه شايف هيبقى ازاي؟ هل هيكون افضل بديل لرحيل حسام غالي للنصر السعودي؟ هشام لعيب كويس، ثبت وجوده ونجح مع المقصه. هشام خلي بالك اكتشافي 89 90 منتخب، قعدت معاه سنه. هشام من اللعيبه الاساسيه، من الركائز اللي كنت بعتمد على الصناعيه في نص الملعب. عنده ميزات كويسه قوي في التكتيك الامامي. ايه بقى اهم ميزاته كابتن؟ اولا هو هادي جدا، واخد بالك، بيلعب بعقله وعينيه، واخد بالك، وعنده التلت الامامي ده حاجات كتيره جدا، مثلا التمرير، واخد بالك، التمرير الفعال، واخد بالك، حته عبد الله لما عبد الله بيقف يعمل واحده او صالح واقف يعمل واحده، فدي عند هشام. بيصنع اهداف، واخد بالك. الحاجه الثالثه ان بيجيب اهداف، يعني هشام ممكن في لحظه تلاقيه بيسجل، فعنده ميزات كتيره جدا من مكانه، واخد بالك، هجوميه، زي طبعا الجوانب الدفاعيه، انه بيقطع الكوره، انه يعمل ترابط، انه بيهدي. عنده برضه ميزه في الايقاع نفسه، انه ممكن يطلع ويهدي حسب سير المباراه وحسب نتيجه المباراه وحسب مطلب المدير الفني. يعني ممكن تبقى كسبان والماتش بينتهي، هدي الامور، امسك كوره، امسك كوره، هدي الامور، كوره ما تضيعش. دي ميزه كبيره جدا عند، ومقاصه كانت متمسكه بيها محمد جامد جدا. فهو لعيبه من اللعيبه الكويسه، وكان ابن مبنى النادي الاهلي، يعني خرج عنده الاساس، وفاهم طبعًا يعني ايه العب تحت ضغط، فاهم يعني ايه التيشيرت الحمراء اللي انا لابسها، جاي جاهز، فجاي جاهز زي ما حضرتك قلت، انت جاي جاهز، جاي جاهز. طيب هذهب الى حضرتك لايمن اشرف ودخوله مره ثانيه بيته النادي الاهلي، بيجيد اللعب في كذا مركز، عايز تلعبه ظهير ايسر هتلعبه، عايز تلعبه مساك هتلعبه، فقيمته الفنيه داخل الفريق في الفتره الجايه كده. وايمن خلي بالك كان فتره كبيره جدا مع فريق كبير ولعب ماتشات كبيره جدا وخرج ورجع، فبرضه خد الخبرات وعنده الخبرات ونضج بشكل كبير جدا، وراح منتخبات وتقريبا برضه واخدينه في المنتخب تقريبا، المنتخب ده برضه. فايمن بصرف النظر عن المنتخبات هو اضافه كويسه جدا، واضافه في اكثر من مركز، وايمن من اللعيبه الكويسه. بس يمكن الظروف اللي خلته رحل عن النادي الاهلي، في ظروف كده تخلي اللعيب يرحل مع ان عدد كتير، واخد بالك، مش عارف قايمه فيها، انما هو لعيب كويس، لعيب كويس، وثبت وجوده في سموحه دي حقيقه، وكان ليه دور فعال مع نادي سموحه من الركائز الاساسيه اللي كانوا بيعتمدوا عليه، وزي ما قلت لعيب جوكر، يعني بيلعب باك ليفت، ويلعب وسط برضه ملعب شمال، ويلعب مساك، ثلاث مراكز بيلعب فيهم خلاص، وسنه كويس وما شاء الله خبره كويسه جدا، ونادي نضج ومشي ورجع، اعتقد ان هو برضه جاي ان شاء الله جاهز زي هشام بالظبط باذن الله تعالى. اذهب ليك لاسلام محارب، برضه احد لاعبي نادي سموحه، عنده مهارات مميزه جدا، بيجيد ان هو يحرز اهداف، رايك ايه في دخوله في منظومه النادي الاهلي؟ هو نجح وسجل هدف في الدوره العربيه مع اسلام، مكسب كبير برضه، لان هو قوي، عنده قوه، عنده سرعه، عنده جرأه هجوميه، بيروح على الجول، بيجيب جول، بيصنع، خد بالك، لعيب من اللعيبه اللي ممكن تعمل لهم حساب كويس قوي لو انا منافس بلعب ضده، وفي نفس الوقت لعيب برضه عنده فنيات عاليه، مش لعيب لا، عنده فنيات بالكوره ومن غير الكوره. ويهمني في الثلث الاخير يا محمد العقل، زائد اللعيب اللي بيتحرك من غير كوره، يعني المصريين عاده بالكوره، انما تلاقي عدد قليل جدا اللي يقدر ياخد مكان من غير الكوره عشان يسجل. انت حضرتك اتكلمت في نقطه فعلا طبعا مهمه جدا جدا، ويمكن اغلبيه التوهج الكروي في الكره الاوروبيه على النقطه دي يا كابتن ربيع. مفيش كلام، من الصغر يا محمد انت لازم تعود الولد على الصغر، فدي ما تلاقيهاش في اي نجم، وفي نجوم كبار كبيره جدا وخلاص، يعني ما شاء الله ونجوم، بس بين الغوره بغير الكوره ما تلاقوهوش اسماء كتيره جدا، بس مش عاوزين نقول بالكوره. فطبعا اللي بياخد بقى مكان ده من غير كوره، خد بالك، ده مهم جدا، زي متعب كده، متعب تلاقيه في ال 18 داخل الصندوق بالكوره ومن غير كوره، ومؤمن ده مؤمن، ده يعني مرزق، ظهر الدفاع كويس، وصلاح حتى طلع بره تسميه مرزق مؤمن، بس لعيب كويس. يعني بتكلم ان هو الحمد لله بيعرف يسجل تحت اي ضغط، تحت اي مكان، تحت اي وقفه، في اي وقت، مؤمن بصراحه، لعيب هداف، وشفنا كتير جدا، وساهم الموسم فات واللي قبله واللي قبله، وانا بستغرب برضه، دي متروكه لمستر كوبر وربنا يوفقه، انا كنت لسه ان مؤمن برضه يعني من وجهه نظري كان يكافئ، لا يستحق، بيرد السوليه يا كابتن، يعني قول السوليه برضه، يعني برضه واخد بالك، والسوليه عمل موسم، ختم المصري، كان من احسن اللعيبه اللي موجوده في ماتش المصري وماتش الزمالك، واخد بالك، انا بتكلم على ختام المسار. طبعا السوليه، بص بقى، بدا يدخل يا محمد، وبدا ينضج، وبدا يعرف يعني ايه، خد بالك، الفني، وبدا يبقى عمود فقري تعتمد على الله ثم عليه، وبدا يكبر في شغله الفني، واخد بالك، لان ما باجي النادي الاهلي جديد غير البدايه، غير نص الموسم، السوليه ماشي كويس،
وبصراحه يعني لا خدها بالتدرج الطبيعي لحد ما بقى اصبح اساسيا في خطه الاهلي. بدانا واحده 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 لحد ما خدنا موقعنا وخدنا خد بالك الخبرات وخدنا الثق وخدنا اسم الاهلي وخدنا الجمهور وخدنا الدفعات وخدنا الضغوط. فالسوليه كويس ماشي كويس جدا وختم موسم رائع. انما مؤمن يعني من الناس الهدافه الكويسه اللي دايما يعني بتفرق في اي وقت يعني دي حقيقه وده مهم جدا. طيب انا هاخد مع حضرتك بعد من اخبار النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ بيطمئن على لعيبه النادي الاهلي في المنتخب بعد ما اجرى اتصالات هاتفيه مع لعيبه الدوليين على هامش تواجدهم في المعسكر. مؤن مدير الكره بالنادي الاهلي وحرص على الشد من اظهر جميل الجميع وطلبهم ببذل اقصى ما لديهم من اجل طبعا الوصول للهدف الاسمى والتاهل الى نهائي كاس العالم وتمنى لهم التوفيق. ايضا كابتن سيد عبد الحفيظ زي ما قلت الكابتن ربيع ياسين وضع لائحة وبيعد على لائحة جديدة في التحفيز من نواحي المادية وهذه البنود بتزود الحافز لدى اللاعبين كابتن. وأيضا في الغرامات الثواب والعقاب في النادي الأهلي دائما بيحطه في مكانة تانية كابتن ربيع. طبعا ده ما فيهوش هزار. ده مرة وأنا صغير عملت بس حاجة كده كابتن حسن كان مدير كورة سنة 80 500 جنيه يمثلوا إيه؟ لا ده تجيب شقة وعربية. والله مش ناسي يا محمد 500 جنيه. قلت له 500 جنيه يا كابتن؟ قال لي 500 جنيه. كنا احنا بقى قاعدين فترة ما بنقبضش الا لما نكون في المركز الأول، يعني احنا كان وقف القبض لازم يكون في المركز الأول. فهتحوشوا كل دول. قلت له أصدم يا كابتن حسن؟ قال لي مرة واحدة. فقصدي بص الحاجات دي مهمة جدا يا محمد، الحاجات دي مهمة جدا الثواب والعقاب زي ما أنت بتاخد يعني مسؤولية كبيرة جدا تجاه الجمهور وتجاه الإدارة واتجاه النادي الاهلي كله. طيب كابتن ربيع كنا نتحدث عن مروان محسن واصابته ومدى التعافي وكان اجرى معايا صراحه مداخله. مروان محسن من اللعيبه المحترمه، لعيب خلوق، اصابته جت في تاديته وخدمة الوطنيه مع منتخب مصر في كاس الامم. وكان منزعج ان في ناس كثيره كابتن ربيع بتتحدث دون وعي وعلى جهل بحالته وابتدوا يشككوا بقى في اصابته. والراجل ده إضافة لمصر وإضافة للنادي الأهلي، فالراجل كان أبدى امتعاضه الشديد وقال أنا بتعامل مع جهاز فني في النادي الأهلي وجهاز طبي على أعلى مستوى خبير ألماني وباخد فترة والجهاز الفني واخد فترة في التأني في الدفع بيا. وجهة نظر حضرتك في موضوع مروان محسن والتأني بتاع كابتن حسام البدري في الدفع بيه في التدريبات الجماعية؟ خلي بالك يا مروان محسن اكتشاف من اكتشافي كان في بيلعب مع بتروجيت وراح السعوديه اراقبك لحد ما جبته منتخب 89 و90 وبقى مدافعات يعني من لعبه كويسه جدا. وانا تنبأت بيه قلت انه هيبقى راس حربه صريح مهم جدا لمنتخب مصر في يوم من الايام قبل ما اروح الاهلي. لا لعيب كويس اولا ولعيب مهم جدا وما اعتقدش ان مروان يعني مروان لازم ياخد وقته كويس قوي ودي اصابه مش سهله ابدا لانه عشان باذن الرحمن ما ترجعلوش ثاني بسهوله. فاحنا مع مروان طبعا ومروان في مدرسه كبيره جدا عارفه ايه اللي ليه واللي عليه وامتى يرجع وامتى ما يرجعش. وفي اخصائيين على اعلى مستوى في النادي الاهلي بصراحه في المركز في الجهاز الاول الفريق الكبير عارفين امتى يرجعوه. فهو ما يستعجلش. انا ما طبعا لان يعني اصابه مروان قدامه كتير جدا ان شاء الله قدامه كتير ومروان مهم جدا ومفيد وان شاء الله يفيد هجوم الاهلي ومنتخب مصر. فما نستعجلش الامور ونسيبه بقى من الناس اللي في مدرسه كبيره جدا عارفه قيمته ومعاه للاخر واحنا معاه للاخر. وتاكد ان شاء الله رجوعه هيبقى قوه محمد بقوه باضافه كبيره جدا في عزيمته وارادته واصراره ورد جميل النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي اللي هو في ظهره وبيحبه ويحترمه وعاوز يرجع على احسن ما يكون. كابتن ربيع ياسين دايما اللقاء معاك صراحة على المستوى الشخصي ببقى بقعد اتعلم حاجات كتير من النواحي الخططية والفنية ودايما ببقى سعيد. حضرتك واحد من الرموز اللي موجودة في النادي الاهلي تاريخ كبير. وقبل ما اختم مع حضرتك اقول لك الاهلي فوق الجميع. لا فوق الجميع. انا دايما بحب فقرتك عشان انت حبيبي واخويا وانسان محترم جدا سعيد جدا اني معاك وبكره الاهلي فوق الجميع ان شاء الله باذن الله. ده كان حوارنا مع كابتن ربيع ياسين واحد من اكبر نجوم الكره المصريه عبر تاريخها. هطلع فاصل واستقبل ضيفي الكبير الاستاذ وليد الفيل وعندنا حوار خاص جدا على الجمعيه العموميه واللوائح مع النادي الاهلي. ما تروحوش بعيد، النادي الاهلي حديث في حديث.